عبر صوت بيروت انترناشونال اس بي اي والال بي سي اي مساء الخير حتى يكتمل مشهد التحلل لابد ان يحمل كل اسبوع صراعا بصور متعدده وعلى حلبات مختلفه فالاسبوع الماضي كاد التعيين في مجلس الوزراء يحرك الجمر الساكن تحت رماد العلاقه بين الرئاستين الاولى والثانيه ومعها كاد اقرار الموازنه يقطع الخيط الرفيع الذي اعاد وصل الثنائي الشيعي بالحكومه اما بحر هذا الاسبوع فقد حمل مشهديه خطيره لا يبدو ان خواتيمها قريبه ما يستدعي منا بضعه اسئله تظهر ان الجنون سيد الساحه هل من مودع لا يحمل حاكم البنك المركزي مسؤوليه محدده في خساره امواله وهل سيهتم المودع او المواطن للاليه التي قد توصله الى راس خيط الحقيقه اكان عبر القاضي عون او غيرها بالمناسبه أين هي النيابة العامة المالية من كل ما يجري؟ لماذا لا يحضر الحاكم أمام القضاء إن كان فعلاً ضميره مرتاح مثل ما ذكر في الرابع من شباط الجاري. هل سلامي هو وحده المسؤول عن فجوة ال 69 مليار دولار؟ وهل هو من اتخذ قرار تثبيت سعر الليرة وتمويل العجز والكهرباء وسلسلة الرتب والرواتب؟ إذاً أين باقي المسؤولين؟ كيف لقسم من المواطنين أن يثق بخطوات القاضي عون وآراؤها السياسية تملأ حسابها على تويتر أين موجب التحفظ؟ الرئيس عون تقول إنها تملك فيديوهات عن اعتراض قوى الأمن الداخلي مهمة أمن الدولة لكن أمن الدولة تؤكد في بيانها على التنسيق والتعاون بين المديريات الأمنية أثناء تنفيذ جميع المهام المكلة إليها إذا كانت القاضي عون مخطئة في خطواتها أو ترفض تسلم دعوى الرد في حقها أين التفتيش القضائي؟ هل يعقل ألا يوجد حل لهذا الموضوع؟ يمكن لها السبب قضاة لبنان صوتوا منذ بعض الوقت لصالح الاعتكاف الدائم مع استثناء الموقوفين والدعاوى المستعجلة من كفى كيف يطلب من جهاز أمن الدولة إحضار رياض سلامي ويطلب من جهاز قوى الأمن الداخلي حماية سلامي من دون تنسيق مسبق بين الجهازين أين السلطة التنفيذية؟ كيف للواء صليبة أن يحضر سلامي وهو المطلوب إلى التحقيق من قبل المحقق العدلي في جريمة المرفأ؟ ما عم نتهم حدا ولا نسمح لحالنا بس عم نقول أنه فعلا في عصفورية كيف لرئيس الجمهورية أن يرفض رفع الحصانة عن اللواء صليبة ليمثل أمام القضاء ويصر على مثول سلامي أمام القضاء كيف للمدير العام للأمن الداخلي اللواء عماد عثمان أن يرفض تنفيذ مذكرة قضائية، ويسمح أن تكون عناصر مواكبة النائب علي حسن خليل من عديد قوى الأمن. كيف لرئيس الحكومة، الذي سبق وأكد أنه لا يتدخل في عمل القضاء، أن يصف ادعاء القاضي عون على اللواء عثمان بأنه محض افتراء ولا يمت للحقيقة بصلة، وأنه سيتابع الموضوع لوقف التمادي بالاعتداء على مؤسسات الدولة وكرامات القيمين عليها. هذا غيض من فيض الجنون المنسكب علينا اسبوعيا ونحن على موعد غدا وبعد غد مع جلسات لمجلس النواب واجراءات قضائيه اضافيه نتضرع الى الله كي لا تحملنا لنا مزيدا من الاسى واللوعه. نعم هذه هي روح التعاون التي يحضر فيها لبنان ورقته الاصلاحيه ومناقشه الموازنه التي رجمتها اغلبيه الاطراف قبل بلوغها عتبات مجلس النواب أبشروا في القسم الأول من حلقة الليل نستقبل النائب الأولى الصحناوي مساء الخير مساء النور وأيضا ينضم إلينا عبر زوم النائب الأولى نحاس كمان من مسيك استاذ أولى مسيك بالخير يا هلا وأيضا باستوديو المحامي الأستاذ لؤي غندور أهلا وسهلا مساء الخير استاذ نيكولا آه بيقول تيار المستقبل انه ملاحقه سلامي ومداهمه منازله ومكتبه تشكل خطوه في مسار الانهيار لا خطوه في اوهام الحل ومكافحه الفساد يعني بالمختصر المفيد ما راح توصلوا لمطرح اذا القضاء ببلد مش قادر يوصل معناتها البلد حقيقه عم ينتهي وهذا شيء مشهد كلنا من نشكي منه نزلوا اللبنانيه على الارض نحن فتنا على المعترك السياسي من زمان بهدف اصلاح الدوله واخر شيء بتشوف انه بامور بديهيه بتلاقي القضاء عم بيوصل على على حيط مسدود يعني حقيقه مشهد سوريالي ولحلك بالحقيقه عم نخلص بموضوع له علاقه باشخاص بس انت اذا بتشوف المشهد من سنتين وتبلش الانهيار انفتح الموضوع كانت حكومه الرئيس دياب موضوع الخطه الخطه انقاذيه خطه التعافي المالي انفتحت ونعمل عليها اجتماعات ودراسات وبحث واخر شيء طلعوا بخطه اه كمان شفنا انه البنك المركزي كان عنده مقاربه مختلفه اذا بتتذكر وقتها هالمقاربه المختلفه خوفت الاي ام اف لدرجه قال انا كيف بدي احكي مع بلد عندي فريقين عم بيتناقضوا بنفس الاجتماع صحيح. وفي فريق فريق ما عم يخضع للثاني يعني السؤال كان وقتها على قدام كل اللبنانيه مين لازم يخضع لمين البنك المركزي بيخضع للحكومه وللبرلمان او البنك المرك أو, أو البرلمان والحكومه بيخضعوا للبنك المركزي، <applause> اخر شيء اللبناني هو بده انه نعتمد خطه وبيحاسب على اساس نتيجه الخطه، لانه عم ننزل الطياره عم تسقط وما ما يكون في حدا عم بيسوق هو اكثر شيء كارثه للبلد، مضبوط طيب. اصلا صار لنا سنتين لانه اختلفوا ولانه ما حدا خضع الثاني ولا البنك المركزي خضع الحكومة ولا الحكومة خضعت البنك المركزي نحن بعدنا شو تليب يعني اللي عم ننزل حتى ما في باراشوت ما في شيء فحتما ببلد طبيعي انتظام العام بده انه مفترض انه السلطات المالية تكون آه هي عم تتبع الخطة أو الخطط أو, أو التوجهات اللي عم تاخدها السلطة السياسية يلي هي منتخب من الشعب طيب. فهذا الشيء الطبيعي بدون ما روح بيزوريب الموضوع القضائي لانه انا ما علي علاقه بالقضاء ونحن بالسياسه لازم نضلنا بعاد عن القضاء بس انا بلاقي انه الغلط الاساسي هو انه البنك المركزي وما عم بقول انا ما فيني مثل ما انت قلت بالمقدمه تبعيتك ما فينا نتهم حدا اخر شيء كل واحد بيبين براءته قدام القضاء بس الطبيعي انه البنك المركزي لازم يكشف ارقامه انه هذا شيء جنوني عصفوريه مثل ما قلت انه يكون سنتين لنوصل على حجم الخسائر او انه يكون في حسابات عم بتبرهن عم بتبين كانت على سنين وسنين انه ما في خسائر ويطلع اخر شيء انه خسائر 69 مليار دولار مش انه رقم صغير وتاني شغله انه وقت السلطه السياسيه اكبر سلطه سياسيه بالدستور يلي الحكومه بتاخذ قرار انه لازم الكل بالبلد وضمنهم البنك المركزي يلتزم طيب فهذا اذا بدك رد مش بالشخصي بال بال بالانتظام العام اذا كان ما ذكرته يعني يجري ضمن تسلسل منطقي كيف فاذا يفوض حاكم مصرف, مصرف لبنان بانه يكون ضمن الوفد يلي عم يفوض ام اف كيف ممكن شخص من فوضه يفوض ام اف ومنقول انه غدر بالبلد ما بقى فينا نتكل عليه مشهد غريب شوي اظن انه هذا جاي من انه طالما هو قاعد على الكرسي ما فيك تبعت غيره وما فيك تعمل خطه بلا البنك المركزي فطبيعي طالما ما اتخذ اجراء بتغيير الحاكم انه الحاكم يكون موجود بالاجتماع وعم بيفاوض عم بيفاوض ضمن الوفد وبرجع لهون انه حتى لو كان حدا قاعد بالوفد ما بيقدر يفاوض لوحده بده يكون في سياسه للوفد اللي عم بيفاوض كرمال لبنان وهيدا كلهم سوا يكونوا عم بيعملوا شيء منطقي لانه الاي كمان أه، اوكي هل هالايام نحن عايزينه ام اف ويعني و... ضروري نخلص باتفاق معه لاصلاح البلد واصلاح المؤسسات واصلاح كل القطاعات ولكن ال... في حدا لازم يدافع عن لبنان بالاجتماع لانه اوقات تعرف الاي ام في... في خبرات هلا تغيرت شوي فلسفته بس في ايام كسر بلدان فنحن هلا اكيد مقاربتنا ايجابيه مع الاي بس ضروري انه الوفد يكون عم بيشوف كيف بده ياخذ اكثر شيء ممكن لصالح البلد وضمنهم المصرف لبنان اكيد استاذ الاولى نحاس قبل أيوه. ما نفوت بالتفاصيل هل صحيح انه الرئيس ميقاتي كان حصل فعلا على وعد من الرئيس عون يوم تسلم رئاسه الحكومه بان لا يتم التعرض لا لحاكم مصرف لبنان ولا للواء عثمان أه، استاذ ماريو الموضوع ماينو ماينو بي قال لي وقلت له موضوع شمولي ومؤسساتي بالنتيجه طبعا الرئيس مئاتي وفخامه الرئيس بتناول بكل الامور طبعا لما فخامه الرئيس بيسال عن دوله الرئيس عن تطور المفاوضات مع مع صندوق النقد اكيد بحطوا بجو مين عم يفاوض وكيف عم يصير الاخذ والعطاء ودور كل فريق من الموضوع ان كان نائب رئيس نائب رئيس الحكومه او مصر او حاكم مصر بلان. من هالباب طبعا بيتناولوا اهميه انه الحفاظ على مصداقيه الرفض ولكن أنا لفت نظري بمقدمتك الحياة أنت عم سردية عملت سردية مهمة جدا على تسلسل أحداث أعطى نوعا ما بيعطي صيغة أو 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 صورة أنه نحن في مشهد بدي أقول عصفورية قضائية كبرى بأي معنى أنه نحن اليوم القضاء هو كأمرة قيصر لما بتطلع ليش الشبهات نعم. لا سمح الله لا سمح الله بنهار بنهار الهتر. انا بس بدي اذكر شغله انه لازم نتبه كلنا جميعا انه اي صراع بيدخل على القضاء بينهي القضاء اي خلاف بيستعمل القضاء بينه القضاء اي موضوع ما انه مرتكز على حيثيه حسب القانون حسب القانون الاجراء القضائي الدقيق نعم اللي بتخطاها وما بيتزم فيها بينهي القضاء. نحن ما بس امام انهيار مالي ولكن التصرف بموضوع جدا حساس. من وقت ما كان في تع... كان في التعيينات القضائيه او التشكيلات القضائيه نعم ووقفت بلش ال... يهتز الهيكل ونحن عم نشوف وعم نسمع وعم نسمع حتى بخبطه البترق قام آه وطلع وقال ما تتدخلوا بالقضاء طلب من رئيس مجلس القضاء الاعلى طلب من من المدعي العام التمييز انه يساهموا بمنع تدخل بالقضاء فاذا لما انا قدام بمشهد من هالنوع القضاء مشاديه القضاء عم تهتز انا اتمنى واترجى شو ما يكون الغايات شو ما تكون الاسباب يعني في ناس يمكن عندها اسباب اسباب جوهريه بس في اولويات في اسمه شيء ريزون ديتا طيب ريزون ديتا هي فوق اي شيء انا بتامل انه بالمسار اللي راحين فيه طب نوصل الى يوم تصفي البنوك المراسلة عند شك تتعامل مع البنوك اللبنانيه أن نعرف شو عم نعمل اليوم في من اخطا طبعا حتما ولكن بكل بلدان الكون لما صار بيصير انهيار مثل اللي صار عندنا بيعملوا لجان تحقيق انفستيجيشن مستقلة بسلطة قضائية عليا عنا اللجان مقبرة لا لا هيدي عم احكي هاي اكوزيشن كوميشن هيدي بيكون عندها مهام محددة ما بس على مصرف لبنان أنا قلت على أسباب الانهيار الكبير نحن بانهيار كبير وما عندنا قدرة ولا 1% هلا حاليا نشوف كيف بلش وراح اجى لأنه بدي ذكر انه كل الحكومات السابقه واخرها يلي اخرها اخرها يلي كانت عم تجتمع بأصب عبدها كانت تصر على السياسات النقديه والاقتصاديه اللي كانت الحكومات كلها ماشيه فيها فاذا شو عم فاذا شو عم يعمل الطرف شو عم يعمل فاذا الطرف بس, ي... بس لكفي المشهديه لكفي المشهديه ويلي بيزيد المشطين بلي انه بدينا عم نفتش على الماضي ونشوف مين عمل تك ومين عمل تك ونقدر نعمل المحاسبات السياسية نعم انصاف 18 مليار دولار بآخر سنة ونص مه. 18 مليار دولار بسياسة دعم كانت كل ال... كانت معروفة أنه هيدي نصها بتروح هذا وصبا نعم بدنا بدنا نعمل سلم أولويات بدنا نشوف نحن لما بنعمل عمل عم نساعد بإنقاذ بلد أما عم نساعد بانهيار بلد طيب استاذن اولى انا ماني مع ما انا ما بدي فوت بموضوع مين معه حق مين ما معه مش مختلفين بس انا عم فوت المنهج السياسي القائم هو تدمير اكيد اه يعني فأزا المنهج السياسي التي الذي يعني آآ آآ يدعم المنهج القضائي هو بيوصل على تدمير البلد، هذا اللي فهمته؟ انا طبعا انا عم اقول لما بيكون في شك من مرجعيات كبرى مثل مثل يا عمي المدعم ما وقفها مرة للست غادر بس رجع سلم الملفات البترك البترك ما عم يقول هيك وهيك ما كل المرجعيات على الدنيا عم تقول هيك وهيك في شبهات قلت القضاء مثل امراه قيصر لما بيكون في شبهه وحده لازم يتغير النهج نعم ما بيصير ما ممكن خليك معنا استاذ نقولها استاذ أه لؤي حضرتك كمحامي آه، عم بيقول في ريزون ديتا السيزون الاولى عمليه ملاحقه حاكم مصرف لبنان طوطه قدام ريزون ديتا اليوم اللي صاير مع رياض سلامي والطبقة الحاكمة مثل النسر اللي حامل حية على ظهره هو خايفين يكبه أحلى ما وهي خايفين يتقعسه أحلى ما تقع هيوية هم معلقين ببعض نحن أمام منظومة وحدة متكاملة حكمت البلد من 30 سنة لليوم عندها أذرعة مالية مثل رياض السلامة وغيره عندها أذرعة أذرع قضائية وعندها أذرع أمنية وعندها أذرع دينية مثل ما تفضل الأستاذ نقوله نحاس كمان اللي كان عم يتفضل يقولوا عن الوطرك اللي بيحكي هيك وهيك عم يدعي لا. لأ منح رفع اليد عن القضاء وبالمقابل بحط خط أحمر على ملاحقة رياض السلامة لنرجع على موضوع رياض سلامي بالتحديد مع القاضي غادعون نحن مع أنه يكون رياض سلامي قيد الملاحقه وقيد المحاسبه الشعبيه بميادين عامه لانه ما بعتقد في بيت بلبنان زمت من شرور رياض سلامي ومن عمليات النهب المنظمه اللي عملها رياض سلامي ومن تعاطي العمولات اللي عمله رياض سلامي ولكن اذا كان عمليه محاسبه رياض سلامي بدها تتم وتكفي على الكل فاهلا وسهلا اما اذا كان عمليه ملاحقته ببالون انتخابي آه لتعويم آه ساحه التيار الوطني الحر قبل الانتخابات فلا نحن بندعي بهالحاله اليوم شو عم بيصير؟ اليوم في قاضي آه مكفوف في يده من قبل رئيسه قاضي بحرك ملفات غب الطلب عم بلاحق بدون ما نتطرق للشخص لانه بحترم شخص القاضي عون ولكن بالممارسات الموجوده في ملفات تفتح وتقفل غب الطلب ابرزها كان ملف نجيب مئاتي كانت فاتحه ملف قروض الاسكان وينه اليوم ملف تحول تحول الى الى تحقيق وينه اليوم ملف المكتف وينه اليوم هالكمبيوترات اللي اخذتهم على بيتها في مخالفات كبيره عم تنعمل اليوم اذا القاضي عنده ارتكابات مش مالية عم بحكي ارتكابات قانونية أكثر من المتهم لا نحن مع ملاحقة رياض سلامي وغيره أمام محكمة دولية لأنه مثل ما كان متفضل الأستاذ نقولا نحاس ما في إمكانية للقضاء اللبناني يتحرك بحرية بهيدي الملفات لأنه إذا لاحق فلان في باقي الأطراف رح تقوم عليه، أما إذا لاحق فلان إذا ما لاحق البقايا رح يقوموا، وبالتالي ما في حل غير محاكمة دولية لرياض سلامي وكل المنظومة تبدأ برياض سلامي وتعطيه ضمانات سلامته للبوح عن كل شركائه من 30 سنة لليوم ساعتها بنعمل دولة، بنعمل فورنزيك اوديت لما يتفضل رياض سلامي يفتح البنك المركزي للتدقيق الجنائي هون حيبين دور لنجيب مئات ربما بعدة أمور مالية اليوم اللي عم بفاوض باسمنا مع الاي ام اف نجيب مئات اللي كان شريك القطاع المصرفي بوقت من الأوقات لا سيما عند الهندسات المالية اليوم آه الهندسات المالية الهندسات المالية اللي عملها رياض سلامي كيف؟ رياض الرأي. سلامي بلش كان عم يعطي البنوكي بفتره شو عندهم دولار تفضلوا جبون بيعطي عليهم 7% هيدي اوكي لم دولار كل البنوكي رجع اعطاهم برودوي ثاني باللبناني بيعطي البنك قرض باللبناني بفايده 2% بيرجع بحطه عنده بالذات اللحظه ب 8 ب 8% عم يعمل فرق كان كل بنك 6% وهو ما اخذ قرض هو على الورق ايه شو علاقه الرئيس مئاتي بس؟ رئيس مئاتي كان شريك ببنك عودي بهيدي الفتره وكمان اشترى حصته ببنك عودي بمخالفة لقانون النقد والتسليف لأنه تم إقراض شركات تابعة له المال لحتى يقدر يشتري حصة ببنك عودي وجاب مصاري من, من شقفة من المال دفع أخذ أخذ قرض من بنك عودي ليشتري بعض الشركات الشقيقه لشركات نجيب مئاتي اخذت قرض من بنك عودي لاشترى حصته من الحصه الكبيره اللي كانت لاي اف جي ارماس البنك المملوكه من بنك مصري بقي 150 مليون دولار ما حدا اشتراهم قام <applause> رياض سلامي عمل اس بي في ملكها لمصرف لبنان واشترى 150 مليون دولار من بنك عودي فاذا عم بتقلي بالسياسه عم بتقلي بيقول لي الاستاذ الاولى موجود معنا الليله غير الاستاذ الاولى بيعرف شو عم بحكي اوكي بس عم بتقلي عم بتقلي انه الرئيس نجيب نقاطي عم بغطي الحاكم لانه في في قصه كل بنك عودي كلهم عم بغطوا بعضهم ليش الرئيس عون شو عم يعمل؟ رئيس عون مين جدد له بال 2017؟ طرح تجديده من خارج جدول الاعمال صحيح وكانوا عم يحكوا بتجديد لا اعترض على التسميه الوزير بسيل والوزير جريساتي قال لا تجديد ولايه كامله على ست سنوات نعم. وعندما اتى الرئيس عون كمان كان سيدروس بنك اللي هو بنك العهد ما اخذ حصته من الـ من الـ الـ الهندسات الماليه بيفرضوا على سلامه يعطيهم هندسات وما كان عندهم اموال كافيه بالدولار فقال لهم ما تعت لهم بيعطيهم بالتحديد سندات بقيمة 110 مليار ليرة وبيشتريهم منها بالذات اللحظة 167 مليار ليرة بيرجع بيعطيهم قرض باللبناني ب 2% وأخذ 10.5% أعطاهم فوايد عملوا 50 مليون دولار بثلاث سنين وبعت له كتاب مدير البنك بوقتها بيقول له شكرا غطيت لنا نفقات تشغيليه على ثلاث سنين رياض سلامي هالمال اللي راح عمل عمولات مثل ما هو اعترف لكلوي كورنيش بالفاينانشال يعني. بالفوري عمل عمولات هو واخوه ولكن هالمال الكبير لحوالي 75 مليار دولار وين راحوا عنا 40 مليار دولار منهم 27 مليار دولار راحوا ب لما كانت وزاره الطاقه مع فريق التيار الوطني الحر 27 مليار دولار هدر نحن ما بنطبع دولار هو راحوا من وين من مال الودايع يعني ال 27 مليار لشو لقطاع الكهرباء اللي راحوا للكهرباء عندك الـ السدود المكلفة أكثر من 3 مليارات دولار، عندك سد جني لحاله مكلف يعني فضايح بالموضوع الكلفة، طيب عنده ممكن معالي ي... أنا يعني, يعني, ممكن كمان يكون... لما نقلتوا أنتوا الأوبك على أكيد على الإدارة كمان قد إيه تكلف قد إيه راح من على الخزينة يعني اليوم كل،, كل الفريق الطبقه السياسيه ما عم بحكي عن التيار الوطني الحر بالتحديد كل هالطبقه السياسيه اللي تشارك بهالحكم هي مسؤوله لا ما بنقدر نعمل اي شيء بالقضاء اللبناني لانه للاسف كل فريق معين عم... قضاته عم تدعي لقضاء دولي اكيد طيب بجواب بجواب لمعلوماتك رياض سلامي بيطلع عند مدعي عم حسب ما كانت كتبتها احدى الجرايد انه اذا بتريد ما بقى يتحولوا لي شكاوى علي لانه حيبطل عنا كوريسبوندنت بانك يقدروا يحولوا لنا فلوس على لبنان <applause> طيب يعني اذا سالتك اذا كان رياض سلامي شريك مهندس او منفذ الجرم اللي صار شو بتقول؟ رياض سلامي <applause> في مثل عن السيدة اللي راحت تعمل سحر لجوزها <applause> قالوا لها في واحد شيطان كثير بيعمل لك سحر قال له شو بدك انا بعمل؟ وشوشته قلت له بدك تعمل هيك؟ قال له حرام عليك بيضل جوزي اوف مش هالقد يعني اليوم ايه مش هالقد، رياض سلامي طلبوا منه يجيب مصاري بس ما توقعوا بهالشر مثل بتطلب من واحد يقتل حدا، مثل بجسته وشقفه وفرمه هلك المودعين يعني هلك البلد مش بتغطيه مش بتغطيه من السياسيين نحن مع مع مش مش, مش, مش محاكمه رياض سلامي نحن مع تعليق رياض سلامي بالساحات العامه هالقد اوف ولكن ايه اكيد اكيد لانه مجرم ولكن مش عن طريق قاضي هو اساسا مكفوف في ايده من 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 من, من, من قبل رئيسه. <ممم> طيب استاذ نولا <أولي> حاس... <مم> طيب رح نستاذنك تفضل تفضل لا بس لانه حتى ما نرجع نفتح المجال صحيح للكلام اللي يلي ما عنده ما عنده ما عنده مثل ما بقول مرجعيات مثل موضوع القروض السكنيه اللي بتامل بيطلع قريبا الاحكام فيها ويبين قديش كان الكلام ما بس دقيق الا كان في 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 تع... في تحدي و... و و وكان في شيء غلط بشكل فظيع نعم موضوع الرئيس مآتي انه كان شريك بالله طبعا مين قال انه ممنوع على السياسيين ان يتعاطوا الاعمال؟ مين قال انه على السياسيين ممنوع يكونوا شركاء في بنوك؟ انا عضو مجلس اداره بنك شو المانع؟ ولكن انا بشتغل ضمن الاصول ضمن الأط... ضمن ال... ضمن الاطار القانوني وبفتخر بهذا الموضوع ولكن وبعتقد الرئيس مياتي بكل حياته وبحيثبت هالشيء بس يطلع القرار قرار المحكمه انه ما في يوم بتعاطى الامور الا بمصداقيه وشفافيه أنا ما عندي استاذ عفوا انا ما عندي بس انا عم اقول عم اقول ما بقى نطلع ونحكي كلام معنا هيدا ما عندنا القدره لأثباته بالمحكمه هذا ما هذا ممنوع بقى كيف منه شريك منه شريك الرئيس ميقاتي كان مشغيات. بال... ثالثا عفوا انا ما قاطعتك ثالثا موضوع الانهيار المالي وموضوع الهندسات الماليه طبعا كانت خطا مميت لانه ما كان المشكل اني انا كيف بدي اني انا عندي اقول مشكل بدي اقطعه صغير انهار النظام المالي كان صار من 2011 عم ينهار لو انا عملت بعرف انه انا جايين على اصلاحات بنيويه بالنظام السياسي وبالنظام الاقتصادي بعملها بس العملي لانه جينا على انتخابات رئاسة ربما بالانتخابات الرئاسة بتغير النهج بس هيدي مش مسموحة تصير وهيدي بس بدي ارجع اقول انه القصة كلها ما وقفت على النقطة هيدي بالذات الانهيار عمره 30 سنة ما في سنة الا ما كان عندنا عجز بترجيكم شوفوا الارقام بعدين الهفوة او او الجاب الموجود بالهذا اذا بتعرفوا نصه وين راح انا اعطيك ارقام دقيقه 35 مليار راحت على دعم الليره في بعدين 12 مليار راحت او شيء 15 مليار 13 ونص تقريبا طيب. راحت على دعم التمويل و15 مليار تمويل الدوله بالعمل الصعب هلا فوت حيون الحيون هلا بعدين صار في اموال طلعت لبرا اموال هذا غير موضوع بس الهفوه هون هالفجوه هل... هون هالفجوه هون ما بدنا ننتقل عم ننتقل من موضوع الى موضوع الى موضوع انا مع ما... نحن مع رئيس مؤات مع المح... التح... التطبيق الجنائي للاخر طيب ومع محاكمه اي مرتكب للاخر بس ولكن في اصول قضائيه بدها تحترم لانه ما بقى بقينا الا القضاء والجيش اوكي ما فينا نستعمل القضاء لاي سبب اخر طيب المرتكب سوف يحاكم اذا ما اليوم بكره وانا دعيت من هون على انشاء لجنه دوليه بالجوز تعمل الانج... ال... تعمل الف... الملف تعمل الاستقصاء وتعمل البحث على كل اوكي صارت واضحة،, صارت واضحه استاذ أه، اولى صارت واضحه استاذ الأولى قدم قدام هذا المشهد يلي نحن فيه اليوم رايحين على جلسه لمجلس النواب ما بعرف قديش هالموضوع القضائي ممكن ياثر حتى على عمل الحكومه شو المشهد اللي ناطرنا بكره بمجلس النواب؟ مو زيادات؟ <applause> بس ماريو قبل خليني بس جاوب على الاستاذ لؤي على الاتهام للتيار الوطني الحر انه هيدا حفله انتخابيه. خلينا لانه لانه هالقد نحن عم عم ننهار كلنا سوا، اخر شيء كل الاحزاب الاحزاب اللي هي بالسلطه، الاحزاب اللي برات السلطه، المعارضه، الجمعيات، المواطن، كلنا بنفس المركبه. <applause> اذا حنقضيها عم عم نتخانق ومش عم نتذكر انه طالما نازله هي شو تليب عم نموت كلنا سوا بنكون عم نغلط بحق, بحق وطننا وبحق شعبنا وبحق حالنا مزبوط مصلحتنا الذاتيه الانيه شو بدك الانانيه بتحكم علينا انه نطلع كيف بدنا نوقف الـ الـ نوقف شوي نغط في محل تنفكر كيف بدنا ما ننزل بعد اكثر التيار الوطني الحر مقاربته بهذا الموضوع كثير حلوه بمعنى بنقول للكل خيك بليز خلينا نكشف السرية المصرفية عن كل مين مارس العمل السياسي. العمل السياسي أو شأن العام العمل السياسي أو شأن العام بدولة جوات الدولة أو نايب أو وزير أو شو ما كان بكرة الصبح أي محكمة بلبنان أو أي جهة بلبنان عندها سؤال جميع يعني خارج السياسي تيجي بتطلب من الكل منطلع قانون اكيد يعني نحن طارحين قانون وما عم بيتصوت عليه بس نحن طالبين يصدر قانون مجلس النواب بيقول رح نكشف السرية المصرفية عن الكل انت بتعتقد انه واحد و... خلي بس بستك... كمان تاني شيء طالبين يعطونا ورقة مين حول مصرياته لبرا؟ انه هالورقة انه انا لو محول مصرياتي على, على لبرا كنت عم بركض اقول لهم بليز فرجوني الورقة بس المشكلة انه ما في شيء بيمنعهم يحولوا مصرياتهم لبرا الا الاخلاق ما لا لا من بعد 17 تشرين البنوك كانت مسكره، يعني للواحد يحول لبرا بده يعربش حتى فوق قبل كانوا فوق المواطنين، فوق كانوا موقفين قبل قبل كانوا عارفين اللي حولوا قبل كانوا أنا عارفين احنا انا نحن مع نحن مع نبرز كل اللي حولوا قبل وكل اللي حولوا بعد ما عليك مش مشكل بالتحول خليك معي انا ما قطعت أنا, انا معك لوصل ف... فكرتي خليك بس عمول معروف انا عم بقول لك انت ما عندك ثقه مزبوط مضبوط؟ انا عندي ثقه بنفسي انا اللي عم بقول لك اياه تعا نكشف الكل صغير المصرفيه تبع الكل الحوالات تبع الكل والتضييق الجنائي على المؤسسه مصرف البنوك وعلى كل المؤسسات اكثر من هيك انا اقول لك خي انت حتقول انا غلطان او انا عامل هدر او انا انهيار الاقتصادي معالي الوزير يعني الوزي مش, مش فقط انا حتخليني احكي تفضل مش أنا أنا فقط بالمصاري عم تعطشني <applause> ما عم توصل فكره للمواطن عم <applause> عامل لك اكثر من ما اجي اقول لك خيي خليك ما تصدقني وخليك شايفني انه انا مرتكب بس نكشف حنبين حنفصل الشعرة شو بيسموه ال القمحه من, 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 من الشعيره ما هيك؟ نعم. يا اخي في أحد في شفاف اكثر من هيك؟ طيب عندك طبقه سياسيه طويله عريض عم بتقول لا انا شو بعمل فوت عليهم كيف بنحمل البارود شو مش عامل اعمل اكثر مما انزل على مجلس مره ورا الثانيه قول لهم هيدا القانون لازم نطلعه هذا القانون لازم نطلعه هالحسابات لازم نجيبها هالتضييق لازم نعمله وعم المواطنين اللبنانيين عم بيشوفوا مين عم بيوقف بوجه هالشفافيه اللي نحن طالبينها ونحن قبلانين خي نهار اللي بيطلعوا قولوا لنا وينو تبع الطيار اللي محول وينو تبع الطيار اللي اغتنى واللي عنده حسابات فيها مصاري والتدقيق الجنائي التدقيق الجنائي يبين مين مرتكب ومين مين مش مش مرتكب مم. سو انا عم جرب اختصر حديث يلي فيه اخذ وعطى لا وعملته وما عملته شلنا وحطينا انا عم بقول لك خي ما تصدقني اعتبرني انا عم انه انه انا ما عم بحكي الموضوع فقط مع الوزير انه موضوع تحويلات ماليه او مال، يعني في في اداره للبلاد كانت وصلتنا للانهيار، يعني معاليك انا اكيد الوطن الوطن اللي لما لما أنا عم بتقول انه التيار الوطني الحر شريك بهيدي الاداره خليني انا بوشك عم اقول لك لما كنت وزير اتصالات وبسنه ال 2012 هيها من ال 2011 لل 2014 وظفت بشركات السلولر 600 موظف، انا اكيد انت ما جيت اخذت من كل واحد 10% من معاشه انت منك مرتكب ماليا بهالموضوع ولكن حطيت عبء على الخزينه اودى لهالشركات يحترق سلافها وتروح على الافلاس لما اجيتوا نقلتوا النفقات التشغيليه على الدوله اللبنانيه وفتح باب الهدر هيدا عبء ما عم اقول انك عملت مصاري لما عينت آآ آآ شرب إرداحي ورفيق حداد اللي هن مدققين ماليين بالتيار الوطني الحر حطيتهم مدققين ماليين الفا وبتاتش ما عم اقول انا شرب القرديه شيل نص معاشه واعطاك يه او راح سرق لك واعطاك ما عم بتهمك باي فساد مالي انا عم اقول لما حطيت المحسوبيات بهالمطرح منعته المحاسبه ومنعته اي وجه من اوجه التدقيق وللاسف بيرجع فخامه الرئيس بيطلب تعيين شرب الارداحي ورفيق حداد بالوفد الوزاري المفاوض مع الاي ام اف يا اخي هول مش وزراء اول شيء لحتى تحطهم بوفد وزاره طيب بس ما هو المدعي العام دائما هو نظافه الكف المالي ما بيكون مكتوب استاذ لؤي المدعي العام المالي مدعي على هالاشخاص صح؟ 100% وعند قاضي التحقيق طيب انا ممكن يجي علي 100 دعوه واطلع بريء اخر شيء هلا هلا الوزير نحاس عم بيقول بكره بتطلع الـ انا بدي رد بشغلي يعني على الوزير لأ نحاس, نحاس. بدك تعطيني تاك 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 لا 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 قبل قبل الوزير نحاس لا ما في شيء خليني كفي تك ما بس للا فضل للا فضل لما يكون انساغ موضوع بدون ما ينحكى فيه وانا برجع بقول حقيقه الارقام والكشف والشفافيه هي اللي بتكشف كل شيء تمام نطلع على ممكن ما فوتنا بالشكل المالي ما عم بتهمك بارتكاب مالي. مالي مش عم بحكي اه؟ عن الارتكاب المالي ولكن يا عم بحكي عن تدقيق جنائي له علاقه اه؟ بصحه القرار وغلط القرار انا عم بقول بهاي الفتره بالذات لا تعرف بس هال 600 واحد ولا واحد انا طلبت من الشركات يوصفوا اول شيء واحد لإلي لالي لا يعني مش لحدا لا تاني ايه وثاني شيء يوظفوه اذا مش عايزينه ولكن ما بيتوظف الا بقرار ت... منك خليني... يا... يا... ما لو... بيتوظف الا بقرار منك انا خمس دقائق طيب خليني كفي خليني كف هلا جاوبني خليني كفي وجاوبني تفضل تفضل ثلاث اشياء يمكن ما تعرفون انت كنا عم نعمل اكسبانشن اكسبانشن ما بتعمل ما بتنعمل بلا عالم نحن ما طلبنا انه بدي هيدا ولو مش كفو وثالث شيء انت بالقطاع بالذات هيدا في فاير ان هاير انت مفكر انه هاي دوله بمعنى بس يفوت ما بده يطلع انت عم تعمل expansion يو هاير عم تعمل ريتراكشن بتشيلون سو انا وقت كنت عم بعمل ما مفكر انه انا عم فوت على الدوله بمعنى الدوله ما عود فيك تشيله يعني ما عم فيك تشيله هلا طب وراي ما شالوا شو بعمل انا بس وراك فوتوا اكثر يا اخي بس انا عم اقول انه انا كنت هاي شركه خاصه طب سبونسرشيب مع من حوالي 7 مليون دولار على 18 مليون دولار على هذا الموضوع انا عم اقول لك تعال روح على التدقيق الجنائي وبيبين كل شيء انا خايف. محاكمه دوليه لكل المنظومه دوليه ما عندي مشكله بس انا اللي عم أقوله انه بدك اتليست تشهد بدك على الوزير قبل ما تقول اتليست بدك تشهد انت انه نحن عم نطلب انه كله يبين مش عم مش عم نتخبى يعني بالتدقيق الجنائي بالتدقيق الجنائي وبالصغير المصرفيه وبالحوالات طيب انه نبلش من شي محل انا بدي اسالك نقطه استاذ لؤي قبل اذا لانه في بدك هي... تسمح لي قبل رد على تفضل في الم... معالي الوزير ونقول أولى... نقول نحاس اللي عم بيقولوا انه انا عم بتهم دون مستندات انا بموضوع القروض الاسكان ما ادعيت انه عندي مستند قلت للقاضي عون وين ملف التحقيق بقروض الاسكان، ما ادعيت انه عندي الملف لانه هذا ملف قيد التحقيق انا ما ما مفروض يكون عندي مستندات تحول الى قاضي التحقيق في بيروت اما بملف الـ 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 شراكه الرئيس ميقاتي مع البنوك بوقت الهندسات الماليه كثير معروفه للكل ما حدا بيقدر ينكرها تعرف مين بعتقد معالي الوزير مين بيكون سمير حنا ببنك عوده عفوا انا, أنا ما قلتش معاليك انا انا عم اقول هو شريك انا هو عم اقول انا ما عم شكك بنزاهته ولا عم اقول انه يا بس انت أه عم تشيل هيك انت, يا أنت, أنت انا ما عم, عم تشيل الطبيعة.. فيني كافي انه هو شريك هو الشريك انت عم تقول هو الشريك هو شريك بال... لا لأنه كان شوي عضو عضو مجلس اداره بنك ما بيصير هيك لحظة ما عم اقول لانه عضو مجلس اداره بنك عم اقول اليوم هو كان ببنك عمل الهندسات المالية وكان له الحصة الأكبر بالهندسات واليوم عم بفاوض مع الأي إم إف وعم بحدد مصير المودعين وقديش رح يتحملوا خسائر يعني عم بقول بدك حدا بدك حدا لا. يكون اوبجيكتيف ومن برات المنظومه اللي <تسجيل> يعني عم إيه بيقول لك ما إلها إيه علاقه ما له إيه علاقه بعضه الموضوعين الرجل الماليه شو العلاقه؟ لا 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 لحظه شوي حديث. خليني كفي لك فكره إيه م... لا لا ما يا استاذ حضرتك عضو مجلس اداره بنك حضرتك عضو مجلس اداره بنك عفوا لحظه لحظه تفضل 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 نقطه انا ما قطشته نقطه لما بتقول انا عضو مجلس اداره بنك وانا يمكن ساهمت بموضوع الهندسة الماليه اللي الدوله اللبنانيه مصر لبنان طلبتها انا ممنوع روح فاوض الاي ام اف شيء هذا منطق غريب عجيب ما بيتكبي بمحل لا منه منطق غريب لانه لما بدك تحدد خسائر المودعين خليه يسمع لكن سامحك فين سامحك فين لا لانه ف... المناطق المنطقه اللي عم يطلع هالايام كله هيك من لا لا منه منطق هيك اذا بتريد خليني كفي فكرتي انا احترمت بس انا احترمت تفضلت خليني كفي فكرتي بس عم تاخذ لحظه لحظه لا خليني كفي تفضل 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 هلا 3-12 شو عم نحكي عم يخ عم تخترق السفينه عم السفينه عم تغرق نعم لانه في مجموعه بالغلط بخشوا قعر السفينه بالغلط؟ القبطان بدل ما يدعي الكل لشوف كيف بدنا السفينه نعم القبطان القبطان المت... مشغول شوف مين بخش السفينه نحن نشوف مين بخش السفينه اما بدنا نشوف كيف بدنا كلنا سوا نخلص السفينه لا. نحن عم نقول معالي الوزير انه كل واحد كان منظر مش طبيعي ما عم نحكي هلا ما عم نحكي هلا اليوم طيب. عم نحكي المشهد السياسي العام بالبلد استاذ نولا بتعطيني دقيقه بدون بدون تقطيع لجاوبك عن النقطه عمول معروف انا اللي عم بقوله أقوله. كنت انه الرئيس مئاتي هو شريك بالقطاع المصرفي اليوم الاي ام اف اللي حضرتك بتعرف كثير منيح لما صار خلاف بين الوفد المفاوض ورياض سلامي تم اعتماد خطة رياض سلامي مع الاي ام اف والاي ام اف رفضها وقالوا لهم إن انتم عم تضحكوا علينا عفوا لحظه شوي ما كانوا ما كانوا حاطين ما كانوا بدهم يحملوا عم بيجاوب عم بيجاوب ما كانوا حاطين باول خطه رسامين المصارف على ال1005 والديون على ال20000 بدهم يحملوا 13% بأكد العالم. عفوا ما كان اكد لك لا بصدقيه باحترام محمد يا معالي الوزير قانون النقد والتسليف انا بفهم في معالي معالي استاذ الاولى لو سمحت قانون النقد والتسليف والمنطق العام والحق اللي بيقول والاخلاقيات القانونيه بتقول انه قبل ما العالم تاخذ ودايعها ما فينا نجي نشوف قد نعطي نحمل البنوك 13% خساير اليوم اذا حدا مصلحه يا, يا خي خليني كفي ما بصير لا ما بصير. لا عم تحكي غلط لأنه يا خي بدك انه ملاك الرئيس مئاتي اليوم اللي عمل شركته ب 500$ من كل مواطن عفوا ما نقدر نحكي مع بعض ما تحكي غلط انا بدي ما عمل شركته ب 500$ من كل مواطن الرئيس مئاتي بدي لك كيف غلط كيف غلط يلي ذكرته عن المفاوضات هلا ما قالوا عليها بالحقيقه بتاتا مثل موضوع اللي شو اسمه الاموال تبع تبع السوار طيب ما قالوا استيز... عليها بالحقيقه تبع شو خارج النطاق الحقيقه اموال تبع شو وبرفض اني اشك فيه اساسا يا, يعني يا معالي الوزير لحظه شوي استاذ لؤي اي انا ما عم حاجة ما, حاجة. ما عم بتخليني كف لا لحظه 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 اه؟ رح هيك طيب استاذ الاولى استاذ الاولى انا انا عندي انا عندي نقطه الاي ام اف ما رفض خطه الحكومه واعتبر انه حفي بحق المذيعين؟ شكرا استاذ ماريو على السؤال. لانه لازم الناس تعرف وتفهم. يوم الحكومه اجتمعت او اللجنه اجتمعت واقرت خطه وحده ما اثنين وحده. نعم. وكلف نائب الرئيس سعد الشامي انه هو بيفاوض بهذا الموضوع. بتوافق جميع الموجودين بالخطه. وراحت الخطه للبحث مع فريق صندوق النقد بس يا استاذ مريم انت لما بتفاوض ما تحط خطتك او اقتراحك مقابلك عم يحط خطه تاني نعم. اكيد معاكسه نعم. لانه الاهداف مختلفه صندوق النقد بهمه انه يتاكد انه مصيرته لا ترجع تيرجع بده يحمل اللبنانيين كل اليوم فجاه ستوك ستوك بيمسك الفجوه وبيحملها كلها سوا ستوك هذا كان نظرته مع المشروع الاولاني يلي وافق عليه وافقوا عليه وقت اللي كان عم بفاوضه يلي نحن بمجلس النيابي ومع كل الهيئات الاقتصاديه وكل الهيئات البروفيشنالز قلنا هذا مقاربه ما طبيعيه لانه نحن عم نحكي ببلد نحن بدنا فلو ابروش ما بدنا ستوك نفس الشيء هلا الصندوق النقد طبعا بده محل ما مع الحكومه الصيبة. بس صار تقدم كبير يعني هو تقرب نحو ما طرحه الرئيس نائب الرئيس ونحن عم او نائب الرئيس مع المجموعه مع المجموعه اللي عم بتساعده عم يعدلوا التعديلات ليكون في شو اسمه نقطه بالنص وعم يتقدموا جدا هلا يمكن باخر ضايع ما يمشي الحال بجوز بس التقدم كبير بهذا بهذا المضمار طيب ما قل يعني اللي قالوا استاذ دوائي انا والله والله شا يعني ما بديك تحكي غلط بس لانه طيب. انا اللي انا بعرفه اكيد انت ما بتعرفه طيب. انا بس عم حط الامور بوضوح نحن ما عندنا شك باللي بتعرفه بس بدي رد بس لحظه لانه اخذنا كثير من وقته الاستاذ نقوله رح اعطيك اعطيك وقتك لانه بس بدي رد شغله وحده على الاستاذ نحاس بشغله وحده و... اليوم الرئيس ميقاتي ما فينا نعمل انه هو ملاك طاهر جاي من خارج المنظومه بده يدافع اوكي اليوم عمل سرته وعمل شركاته ب 500 دولار تم جنيون من من المواطنين لما عمل السلولر طيب. هو ذاته الرئيس مئاتي. عفوا هل... خليني كفي لانه عم تفوتوا تفضل ما بدي اخذ وقت عيب علي عيب عيب بيعمل عيب عيب علي علي بيعمل بيعمل عيب البيئة عم تطلع مش كفرق. مش معناتها انه ما فينا نقول مين اللي عم يطلع. بكفي انه قبل يحمل المسؤوليه اليوم. الرئيس ميقاتي لما يكون اليوم. لما يكون. لما يكون عمل شركاته على حساب المواطنين، عفوا، لما يكون بايامه وافق على خطة صار. البواخر الكهرباء اللي ورطتنا بدين طويل عريض كمان ما له حق. اليوم عم نحكي. في في الكل مسؤول مش رياض سليم كثير مني برجع بقول لك عن غادة عون بالتحديد عن الرئيس غادة عون حتى ما نروح طيب خلينا نغير الموضوع بس الموضوع بس في شغله على الاستاذ الصحناوي اليوم القاضي غادة عون نحن ما عم نتهم اي قاضي باي فساد لانه بلشت حديثك انه خلوا القضاء يشتغل شغله نحن لما يكون قاضي مش مكفوف يده من رئيسه نحن مع لما يكون في قاضي مش عم بنقي هيدا الملف دون الاخر كمان نحنا مع ولكن لما القاضي يعون بدها تحط حالها محل مده عام تمييز يعني حاقرا لك استاذ ماريو بملف بموضوع ملاحقه اللي وقع عثمان جاي له جاي له جاي له طول بالك واصل 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 اوكي نحن مع بدي اعطيك معلومه بس انه حتى مش رياض سلامي اللي طلب من مدعم تميز حتى رئيس الجمهورية اللي اليوم عم بيطلب من غادة عون تلاحق رياض سلامي هو الزيت وطلب من الرئيس غسان عويدات مدعم تميز عدم إجراء أي عدم اتخاذ اي اجراء بحق رياض سلامي حتى ما توقف البنوك الدوليه تتعاطى معنا هيدي عم تقول معلومه معلومة رئيس الجمهوريه طلب من العام نعم. تمييزي عدم اتخاذ اي اجراء عدم اتخاذ اي اجراء او بلشت الازمه لحتى ما توقف الكوريسپوندنت بنك يتعاطوا مع لبنان وفيك تتاكد منه طيب استاذ آه، الأولى طيب الخطه الاصلاحيه يلي يعني نحن كلنا آه، مساكين فيها <applause> كيف بدها تمشي اذا كان هذا ال ال الكباش السياسي ماشي هيك بالبلد لوين في فينا نوصل قبل ما نحكي عن ارقام يلا اذا بدي احكي عن الخطه الانقاذيه وعلى الموازنه لانه بعرف انه هذا الشيء بهمك بس قبل خليني احكي دقيقتين انا يعني شفت باول الحديث وب ضمن الحديث انا يعني مش عم بقبل احكي عن عن القضاء اوكي بس بس يعني من بعد كل الحديث اللي صار ما فيني اقول انه انه يعني عندي كل الثقه بالقاضيه غداون قاضيه شريفه شجاعه آه عم بتخبط لوحدها بعالم اللي انت عم تشكي عنه اللي كنا عم نشكي عنه اللي هو الحاكم لبنان واللي ما بي ما بيخلي شيء يصير نعم. في حدا لوحده عم بيجرب هو يوصل لشيء انا بلاقي انه ما في ريزون ديتا اعلى من 69 مليار دولار من مصريات اللبناني طيب يعني منه رقم برجع بذكر تسال اللبناني صار يسمعوا قد ما يسمعوا مليارات ما بعرف شو إيه. معناتها المليار صحيح بس مليار دولار يعني الاي ام اف اذا تكرموا علينا بيعطونا 4 مليار نعم لانه إيه. لانه بلد عم بينهار ويعني يعني, يعني سيتياسيون اكسبسيونيل بيعطونا 4 مليار ونحن بسنتين مروحين بحدود 18 وستين مليار 69 مليار دولار نعم شو هالرقم؟ بجمعتين 400 مليون دولار نقول انه هذا الشيء لا ريزون ديتا مثل ما قال صديقي نقول انا حاس لا انا بلاقي انه ما في شيء يعلى على ثروه اللبنانيين هاي واحد اثنين لنرجع على الاساس اه؟ اليوم بغياب خطه وسؤال في شيء مشبوه انه نكون نحن بعدنا ماشيين بعد سنتين بعد الانهيار بعدنا بغياب خطه هذا الشيء لوحده مشبوه كانه في حدا عم بيقول التصحيح لازم يصير مثل ما عم بيصير هلا يعني لازم يحملوا المواطن المواطن ورب العمل رب العمل محروق دينه شركته أفلس ما بقى يقدر يعني اذا بيقدر يفل ويلاقي له قرشين ليرجع يقلع شي محل برات لبنان ما بيقصر والمواطن محروق دينه مش قادر يخلص شهره ما بعرف اصلا كيف عم كيف بعد يعني المشهد منه أسوأ بكتير م. انه معاشه كان يسوى شي صار يسوى 20 30 40 مره اقل من ما كان يسوى ف... الوضع اليوم التصحيح المالي عم بيصير على هدول ليه؟ لأنه ما عملنا خطة توزيع الخسائر عادل توزيع عادل للخسائر آآ آآ ويبدو عادل ما رح فينا نعمل إيه بس بس هيدا أنا عم أقول إنه رح أقول لا, لا أحكي كأنه عم فكر بأوضة مسكرة نعم هيدا يا الداخل عم يعرقله والسؤال مين بالداخل وليه عنده مصلحة يعرق له مم. يا الخارج عم بيعرق له والسؤال بالخارج مين قولي مزبوط نعم انت بتشوف لعملك ليست ليستة صغيرة الخطة والاي اف والحديث مع الاي ام اف، اف عم بيقول لك اعمل خطه، انتبه هلا عم بيقول كان الوزير نحاس بس ما عم بيقول لنا انه الاي اف بالاجتماع عم بيقولوا هاي معلوماتي عم بيقول هاي الخطه اللي عم تعطونا اياها منا كافيه. نحن بدنا خمسة أه خمس <applause> ست بنود بالخطه مش بس اصلاحات بس على كل حال جورجيفا قالتها ايه خط في خطط اضافيه ما <applause> عم ما تعملون قدموا لنا دوفوار في كل شيء مش بس التصحيح المالي في في عده اشياء لازم تجي بضمن الخطه وين اللي من الموجودين موجودين وهدول منهم صعبين نعمل عده اكزرسيس عليهم اثنين بطاقه الدعم مع صارنا سنه وشوي عم نقول هالمواطن ما بقى يقدر يحمل الليره ب 20000 وما فوق كيف بده ياكل؟ اعطوه بالقليله 100 دولار العيلة الفقيرة، طيب هال 100 دولار بنحكي سمع فيها بنسمع فيها من ايام حسين دياب ايه بيقولوا ما في مصاري ما... بعدين فجأة الاي ام اف زت علينا مليار و200 مليون، قلنا خي تمولوا لهال 100 دولار تالمواطن يعيش دي ار راحوا اختفوا اخذهم رياض ليضارب طيب على الدولار طيب شو عم بحكي انا عم بخبركم انه في تعرقل على مواضيع اساسية تضيق يعني تضيق انت عم تقول جرى المس بالاس دي ارز انا عم بقول انه الاس دي ار كان بيقدروا يمولوا البطاقه التمويليه تاع المواطن ال 800 الف عائله اللي احصون انه هن صاروا عايشين تحت خط الفقر ما يكونوا هلا عم بيشحدوا المصاري طيب. بعدين التضييق الجنائي ساعة اختفى السداء ساعة السرية المصرفية انشالت ما انشالت صرنا شايلينة بمجلس النواب شي ثلاث مرات مم. وبعد بيقولوا لنا في سرية مصرفية خطة الكهرباء ساعة في سيزر اكت وساعة البنك الدولي ما بده يدفع إعادة إعمار البور عمى عملوا مؤتمر دولي الرئيس ماكرون رئيس عون جابوا 300 مليون دولار اندفع منهم 20 صار مارق سنه طيب بدك توصل لوين؟ انا عم جرب اقول لك اعاده السوريه ما في الا الغاز الغاز ماشي ليه؟ لانه الخارج بده الغاز اكثر منا وما جوا بيسترجى يخربط معه طيب هوديك كلهم الخارج ما كثير عم يكبس عليهم فهيدا بيعرقلهم هون هيدا شوية راح طيب بس شوية غارج راحوا امبارح بس انا اللي بدي اقوله والوزير نحاس منيح يكون معنا لانه هو بيمون بقلب الحكومة ورئيس مئاتي كثير يعني هو كيف طيب يعني بيمون بقلب الحكومة؟ انه رئيس الحكومة بيعتبر حاله من فريقه مش هيك مش عم بيحكي شيء ما الكل بيعرفه اوكي ليش ما عم بيطلع الخطة لانه الوقت عم عم بيهرينا مش مش نحن عم بيهري الشعب اللبناني قصدي كل واحد بيناتنا هذا كل شيء خسرناه لتعوضوا بدك عشر سنين يعني هالسنة هاي منا سنة هالسنة الامباكت تبعها الاقتصاد الحقيقي هذا اللي رب العمل اللي كل يوم عنده معاشات وبده يبيع سلع على أفريقيا وين هيدا بده عشر سنين ليعوضها فحدا يشرح لنا ليش هالقد عاطلين بالدفوار هي قصة انتخابات ما حسب بعد شوي سخت الانتخابات في بلد <applause> عم بيروح لك في بلد عم بيروح <applause> هلا قصة انتخابات ما كلنا عملنا حسابات الانتخابات 100 مره انه هي هي اللي رح ما البلد اذا راح البلد وجهة الانتخابات شو حيغير؟ ما بدنا نخلص من ما وبعد. في حدا في حدا بده يشيل الطبق السياسي يضل في بلد يلمه اذا في خطه واذا في خطه قبل الانتخابات بس قبل في رد من الرئيس غاد عون بتقول فيه بتاسف ان يستعمل برنامجك للافتراء على قاضي مشهود بنزاهته وترفعه وانا اتحدى ايا كان من الموجودين معك إذا كان يريد فعلا الحقيقة أن يواجهني بأي ملف تصرفت فيه خلافا للقانون ولضميري أولا لمعلوماتكم إنها ليست المرة الأولى التي أدعي فيها على سلامي ادعيت عليه منذ عامين بموضوع الدولار المدعوم ثم ادعيت عليه في ملف مكتف بالتدخل في السماح بتحويل مليارات الدولارات إلى الخارج خصوصا في فترة الانهيار الاقتصادي ولمعلومات الأستاذ غندور فإن ملف القروض السكنية الذي ادعيت فيه على شقيق الميقاتي وابنه هو الآن عند قاضي التحقيق شربل ابو سمره انا هيك قلت حضره الرئيسي يجب سؤاله عنه اما ملف مكتف فهو ايضا عند قاضي تحقيق أولى منصور لكن مش غلطتي اذا اصول المحاكمات بتسمح باطاله امد المحاكمه بالدفوع وطلبات الرد لكن الحقيقه ان هناك خمس مليارات جرى تهريبها من قبل مكتف والاس جي بي ال في فتره الانهيار الاقتصادي اتمنى عليكم القضاء وعدم وعدم اللجوء الى التجني المجاني وانا لي حق دفاع عن نفسي كمان بتضيف 5 مليارات دولار جرى تهريبها الى الخارج وانا يدي ليست مكفوفه لا احد يمكنه ان يكف يدي هذا أه كان الرد فيك تجاوب بشكل كثير سريع نعم انا بالاول حديث قلت لك على الصعيد الشخصي وعلى صعيد النزاهه ونظافه الكف ما عم شكك بالرئيس عون يعني وهي بتعرف قد ايه انا بالشخصيه لما بساله وين الملفات أنا يعني مسأ... عم بت... أقول لا لا مشك... لك بالتوقيت تبع فتح ملف رياض سلامي بهالوقت اليوم بهالوقت قلت لك مثل النسر اللي حامل الحية اليوم كنت دعيت عليه بسنتين يعني رئيس مئاتي لا عم نحكي هلا هيدي الحملة ومع التوقيف والادعاء على كل واحد بيحاول في آآ آآ مجموعة محامين اصدقائك ادعوا راح اقول لك خليني لك اليوم في جمعيات عم تدعي طول بالك اليوم عم نحكي في الكف اليد بالنسبة لكف اليد غلط انه مش مكفوف اليد لانه في لما انطرح موضوع على مجلس القضاء الاعلى في قاضيتين محسوب محسوبتين على التيار الوطني الحر منعوا نصاب الجلسه بمجلس القضاء الاعلى وبالتالي ما بت القضاء بهذا الموضوع اليوم مثل ما عم اقول لك كنت بموضوع ملاحقه اللواء عثمان القاضي عون حاطه حاله محل مدة عام التمييز انا مسؤول عن حكيتي اذا اليوم عم تلاحقوا بشكل طبيعي بدها اذن بالملاحقه من وزير الداخليه اما اذا عم تلاحقه كضابطه عدليه لا عم تقول في جرم خمسة... مشهود عم تقول في جرم مشهود معلش بهالحالات هيدي الماده 15 من اصول الجزائيه كثير واضحه بتقول لك للنائب العام لدى محكمه التمييز ان يراقب موظفي الضابطه العدليه بنطاق الاعمال التي يقومون بها وله أن يوجه إلى رؤسائهم ما يراه من ملاحظات في شأن أعمالهم وأن يطلب من النائب العام الاستئنافي أو النائب العام المالي أو مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية أن يدعي بحق من يرتكب جرما جزائيا منهم أثناء قيامه بوظيفته دون أن يطلب إذن هون إذا بدأ تحكي عن الملاحقة دون إذن بدأ ترجع تأخذ مدة عام تميز مش هي عام بيطلب منها تلاحقه مش هي اليوم في تراتبية بالقضاء إذا نحن مش محترمينا مصيبه طيب آه خلينا نفوت على اول بريك ثم نعود الى المتابعه من جديد نحييكم مشاهدينا ونتابع هذه الحلقة من صوت الناس السيد نولا نحاس نعم أه سؤال من شقين أول شيء هل ممكن يكون في خطة قبل الانتخابات النيابية اثنين أه ممكن حدا يقدر يفاوض ام اف وهو عنده مصالح مع البنوك وبالتالي بيتحمل المودع على القسم الأكبر من الخسائر مش هيك حكي الرئيس عون عن خطة وقحة بتحمل المودعين القسم الأكبر من الخسائر أستاذ أه ماريو بدي بس اجعل أكد شغلين. انه رئيس مئاتي لا هو ولا اولاد ولا اخوته ولا حدا من عائلته كان نعم. يوما ما عضو اداره ببنك نعم بحياته مش ما بحياتهم كانوا عضو مجلس اداره ابدا هذا الموضوع ما بدنا يعني نخيط بسله ف... مش موجوده طيب. خلينا بموضوعنا ثانيا صدقني صدقني توزيع الخسائر حيمر حتميا حتميا اولا بالمصرف المركزي الدولي مصرف مركزي والبنوك البنوك هي اكثر وحده حتتحمل ما بيقول وزر الخسائر الموجوده هذا موضوع ما بده جدال يعني ما في جدال فيه وبكره بتبين الارقام وبتبين اللي عم ينحط بس برجع بقول هالفجوه هذه 69 مليار يلي عم تكبر اذا كفينا نحن مع ما, ما اخذنا الاجراءات السريعه كانت هي كانت هي من سنتين كانت بال30 وبال40 لانه صرفنا 18 مليار على دعم اللي راح نصه تهريب وراح نصه للتجار نعم هيدا عمل الفجوه صارت 69 الموضوع عم يكبر كل يوم كل يوم كل يوم وبعدين عم 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 على جنس الملايكه مش هناك قلت انا هذا الموضوع اليوم اساسي وانا بقى انا من هون بحب طم من الناس نعم انه الحكومه عندها خطة أو عندها مكونات المقاربة لخطة النهوض اللي أولا هي معالجة الفجوة بسموه تكنيكال تكنيكال ديسكشنز نعم ثاني شيء عندك موضوع ال كيف بدك تعالج مستقبل القطاع المالي والبنوك ثالثا كيف بدك تحط موضوع خطه النهوض رابعا يمكن قبل هدول الاصلاحات الاساسيه البنيويه. اليوم هالاربع مكونات صاروا في منهم تقريبا منتهي، في منهم اسا خصوصي تبع إعادة, اعاده اعاده هيكله القطاع المالي لانه هيدي مطلوب يصير فيها تدقيق ببنك وبنك وبنك يمكن تاخذ وقت. مه. بس ما معناتها انه اذا ما صاروا كلهم سوا ما فينا نوصل لاتفاق اولي. في اتفاق اولي بعدين في مرحله الامبلمنتيشن قبل ما يروح هالاتفاق الى مجلس اداره مجلس صندوق صندوق النقد الدولي لاخذ الموافقه النهائيه في مراحل بس المرحله بكل اللي بيعرفوا بهالمسارات هيدي نحن متقدمين ايجابيا بنخلص بشهر اذار او بشهر نيسان بهالمرحله اللي عم وصفها انا نعم في مجال كبير بس بدنا بدنا يكون في عندنا صفاء لانه هالصراعات السياسيه القائمه بدل ما نصرفها على ان نبحث بعمق الاصلاحات المطلوبه لانه صبح حيكون في خلاف لاحظوا هلا نحط مشروع الكهرباء اللي هو جزء اساسي من الاصلاحات نعم. هذا الموضوع بده توافق اساسي وانا ماني شايفه قريب لانه مثل ما طرحه الوزير وليد فياض ايه؟ عم يطلع على المنهجيه ذاتها اللي كانت قائمه عليها الخطط السابقه يعني خطه الكهرباء مش ممكن تقطع مثل ما هي مثل ما قدمها الوزير فيا لا انا ما بحسم شيء ما بحسم هذا هذا اليوم حوار ديمقراطي بده يصير بين القوى السياسيه بنشوف بس, حضرتك, بس عم حضرتك, عم حضرتك عم بتقول حضرتك, حضرتك عم بتقول انه بعده بالتصور الماضي عم تحضر كلها عم تحضر ملفاتك كلها بشكل ان تكون جاهزه لان يكون في عندك الاتفاق الاولي بسموه ستاف اجريمنت قبل يعني بشهر اخر آخر آذار بشهر نيسان هلا بيصير ما بيصير لأنه حأعطيك حأعطيك مثلا معلومة في إمكانية لأنه حسب حسب التداول بتعمل أنت أول سيشن السيشن خلصت من أسبوع من من أسبوع نعم بياخذوا شهر الفريق المفاوض ليرجع لأ لإدارته لأ يعطي تقريره وياخذ التعليمات ويرجع اتفقوا أنه يرجع يبلشوا الأسبوع الجاي لسه ما اجى التاكيد النهائي ولكن اتفقوا انه يحاولوا يبلشوا الاسبوع الجاي ما ينطوا شهر قد ما الامور حقيقه يعني الكل حابب انه يستعجل الموضوع بس ما معناته وصلنا لاتفاق لانه برجع بقول نحن قاعدين عم نضيع وقتنا بخلافات سياسيه عم تمنع وحده الكلمه طيب استاذ أه نقولا صحناوي عنده رد على اللي حضرتك عم بتقوله تفضل أه أه زميلي نقولا سؤال انا معلوماتي انه اول شيء بالعلن طلع من الاي ام اف انه هن الموازنه ما عجبتهم يعني عندهم كثير ملاحظات عليها وحس حسوها ما بتجاوب على الهموم اللي هن طارحينها تاني ثاني شي شيء بالليستة الخطط اللي هن طالبينها تا يمضوا معنا الستاف <applause> اجريمنت في كثير اشياء ناقصه بعد بالطرح اللبناني توحيد السرع الصرف ناقص استدامه الدان ناقصه اعادة هيكلة قطاع المصرفي ناقصة، شبكات الحماية الاجتماعية خطة يعني كله خطط ناقصة، الاصلاحات الهيكلية ناقصة، اعادة هيكلة الشركات المملوكة من الدولة الدولة ناقصة، كل هدول كان مفترض يكون لبنان مجهزهم وقادر يطرحهم، نحن عملنا بس شق الشق يلي هو حتى أه تحقيق التوازن المالي بالموازنة كمان مش موجود بالموازنه ايه انا عم بحكي هدول بالتا... بالخطه آه، خطه التعافي والانقاذ اللي مفترض نقدمها للاي ام سو سؤال بيطرح حاله ثاني شيء بالموازنه طيب ما في 8 تريليون ليره نحطه ديو... دفع فوائد للسندات لل... الخزينه اللي حملتهم لل... البنوك والبنك المركزي للدوله لل... اللي لازم تدفعهم لما هن ما عم بيدفعوا الفوائد للمودعين يعني عم بيقبضوا فوائد بدون ما يدفعوا فوائد والدولة هي قررت توقف تدفع الفوائد على الأوروبونز والرئيس عون فهمت الرئيس سأل إنه ليه عم ندفع فوائد لجهات ما عم تدفع هي فوائد ونحن موقفين ندفع فوائد 8 تريليون ما كان ابدا انه يندفعوا للمواطن بتنزيل سعر الصرف لانه بيتحسن قدره الشرائيه تبعيته او بزياده معاشات بس على حتى كان بده يشيله مين؟ فيني فيني لا جياري في جياري شيلهم بخف بخف العجز وفي يصرفهم بضل عجبك ما نرجع انا, أنا عم بسأل اكيد فيني تفضل الباير اكشن انت عم تحكي على باير اكشن مزبوط في لسه باير اكشن بيقولوا قبل ما نروح للإمبلمنتيشن صحيح بس الباير اكشن ما كلها بدك تقول انت بدك تكملها كلها لأن بيعرفوا انك مثلا اذا بدك تعمل اي كيو ار يعني اسيت كواليتي ريفيو تبع البلوكي هذا بياخذ وقت طالبين هني انه يكون موازنات مصرف لبنان لل 21 جاهزه، هذا بيعرفوا انه بياخذوا وقت. في الحقيقه النائب رئيس الحكومه عم يعمل جهد جبار، عم يوصل لكل وحده من الباير اكشن يلاقي نوع من تقوله مش هوت كات ولكن بنقوله شيء وقتي يقبلوا فيه لبينما تحصل النهايه، لانك انت بتعرف مع صندوق النقد انت ما حتاخذ المصريات كله في الدفعه انت بتاخذها ب ب كل ما بتخلص شغله بتاخذ انستولمنت نعم هيدي معروفه بصندوق النقد وما وما اشكاليه بس طبعا انه في باير اكشن بدهم هلا جهد زياده اكيد <applause> وانا ما عارف اذا عندي سؤال لازم الحكومه الحقيقه تشوف كيف بدها اثنين وثلاثه <applause> بدهم حقيقه جهد كبير يمكن الاستعانه بخبرات اجنبيه انا من دون بس أنا من دون بتفاصيل يعني هيدي التفاصيل صارت بتعذبنا نحن كمواطنين لحتى تنفهم وبعرف صح وبعرف صح انك تفهمني السؤال الجوهري لا معك هل أفرقاء هل أفرقاء الحكومه معاليك جاهزين لحتى يمشوا بخطه يعني انا لما رئيس الجمهوريه بيحكي عن خطه بيقول هيدي خطه وقحه وبيقول انه بدها تحمل المودعين تكاليف كبيره معناتها الحكومه مقسومه واحد اثنين هل نحن رح نقدر نعمل خطه قبل الانتخابات النيابيه؟ انا متاكد انه لازم الخطه اللي بدنا نوصل بقول اتفاق اولي مع صندوق النقد حتكون حتكون قبل الانتخابات ولكن بس هذا كمان يعني ما بدي اقول اكيد بس انا يعني عندي ثقه انه ممكن تصير نعم بس لما نوصل بي بنوعا ما آه تقولوا حل وسط بين اللي عم يفاوض عن الحكومه اللبنانيه م. وبين اللي عم يفاوض عن الاي ام اف وكل الفريق اللي عم يفاوض هو يعني موجود ان كان في ناس بيمثلوا الرئيس موجودين نعم آه نوصل لمحل شو الخيارات الاخرى؟ يعني بصفي ال 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 الحكومه اللبنانيه بيقولوا بصفي نوع مثل كيف كيف لما بيجي انت عندك قلب بده على مس النيابي بتصفي الخيارات ضيقه هلا وقت ضمن اللجنه يلي الفها مجلس الوزراء انه هالخيارات تدرس حتى ما نوصل بعدين للحكومه بخيارات لا إيه انه ما بتطبق اوكي بشان هيك اليوم رئيس الحكومه عم يعمل اجتماعات دوريه بضمن هاللجنه عم يعطوا كل هالامور هيدي وبينطلقوا منها يلي عم يفاوضوا ليكفوا التفاوض الموضوع ما عم يصير بالهواء عم يصير بمنهجيه واضحه وبدها متابعة، يمكن معنا بمرحلة كان في تحضير الموازنة وقفت اجتماعات اللجان لأنه الموازنة أخذت وقت كبير كبير جدا طيب. هوني هون فتحت هل... فتحت لي هل... على سؤال هوني فتحت لي على سؤال طيب كيف إذا حطيتوا موازنة وبعد التصور النهائي للخطة مش واضح؟ لا 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 ماله علاقة له علاقة، الموازنة بتعبر عن قدرة الدولة إنها توقف على من هلا لآخر السنة الموازنة ما فيها تكون هي محل الاصلاحات بدنا نطلع من فكره الموازنة هي ال ال القانون بيقول قانون الضريبه هو لازم يكون خارج الموازنة لانه عنده صفه الاستدامه طيب ما فيك تحطه ب بقانون استثنائي لسنه هذا ضد المبدا بس ولكن هذا هذا ماشي من 20 سنه وما حنغيبه بكره بس هذه الموازنه اللي طلعت مطلع عليها البنك الصندوق النقد وساهم بكثير من افكار اتخذت بعين الاعتبار لانه هو شو بيهمه بالموازنه؟ بيهمه ثلاث اشياء بيهمه العجز الاولي العجز النهائي و وال... وال... وال وال شو اسمه الدين على الناتج والعجز على الناتج هدول وصلنا لارقام كثير مقبوله وصلت الحكومه لارقام كثير مقبوله مشان هيك بقول ما نستعجل والحالتان الموازنه جايه على الحكومه جايه على المجلس اراؤه لصديقي وزميلي الاولى كلها بينشرح ومين مين قال هو يملك يملك الحكم العليا بس في اطار ما فينا نطلع منه طيب, طيب. في سؤال سؤال أمين. سريع حاجة اذا بتسمح طب الدكان طب المندوب الفرنساوي كان طارح كان عم ينحكى باكستندد اكستندد فاند اجريمنت يلي هو في الاي ام اف اذا معها بتعطيك بتسلف لك اول جزء من المصاري بعدين بتدفع لك الباقي على على ثلاث سنين اليوم صرنا عم نحكي بستاف اجريمنت لانه تاخرنا ولانه يعني ما ما كنا كثير يمكن على سؤال إيه ليش مرقنا يعني هلا بالستاف اجريمنت ما بيعطوك ادفانس ماني ما يعني بيفوت بيعطوك سنة, سنه بسنه لا لهيدي كثير بتغير اذا في اذا في نيه نيه سياسيه انه كله يصير من بعد الانتخابات آه. بال بالادفانس ماني بتبلش هلا تروح بيصير في شيء عم بيتحرك بال بالاجريمنت اللي عم نحكي هلا ستاف اجريمنت كله بيصير من بعد الانتخابات سو بس عم شوف هو شو التبرير يعني ما عندي طبعاً. فكره هذا تكنيك ما عندي فكره عن. ما يعني ماني ما ماني ماني مطلع عليها بس انا بعرف انه منح المفاوضات واللي كان صار في اتصال اتصل من من بدي وهو متفاجئ قديش الامور عم تمشي بسرعه ما اذا بتسمح لي اذا بتسمح لي لحظه لا. لانه قال شغلتين ما لازم تمو حكي بالاس دي ار صديقي الاس دي ار بالنسبه لرئيس مئاتي لرئيس مئاتي شيء هذا ما لازم يعني شيء بتستعمله تستعمله الدراسة سو ليش؟ انت عم تستهلك اليوم النقد الباقي عندك بسرعه فظيعه اذا انت بتوصل لسنه الجاي ومالك لك عامل اتفاق وعندك اشكاليات سياسيه انت بتوصل لمكان ما عندك تمشي هذا <applause> موضوع عند رئيس مئاتي خط احمر ما حدا بيقدر الاس دي ار الا ما يكون في خطة. في في عازل حقيقة قصوى لانه انت عم تحكي عن البطاقه التمويليه، انت بتعرف انه البطاقه التمويليه عم يشغل مع مع صندوق النقد ونحن مش بعاد نوصل مع ل... صندوق النقد ولا مع البنك الدولي؟ عفوا مع عفوا مع البنك الدولي، طيب مانا ما بعاد نوصل ما... مش مش بكره بس انه انت بيقولوا البوسيديور مش الموضوع البطاقه الاس اس ان توزعت وعم تتوزع باول باول اذار، أية يعني كل كل شيء هل الحكومه بثلاث اشهر ما تنسى ثلاث شهور قدرت عملته عم جاي بانجاز بانجاز صار واضح كثير كثير لانه لانه الوضع ضيق ولانه الخلافات السياسيه اكبر استاذ ايه. لؤي بدي بالاذن تفضل. تفضل اليوم اللي عم نحكيه بالاي ام اف كل هالطوشه على 3 مليار دولار احتمال يعطونا يهون مثل ما قال الأستاذ صحناوي واحتمال لأ م. كل هالطوشة على 3 مليار دولار بجمعتين بعتقد عندكم على ال بي سي بجمعتين رياض سلامي صارف 400 مليون دولار ليضارب على سعر الدولار يعني 400 مليون دولار عفوا وحط مثل ما كنا عم نحكي قبل 18 مليار دولار لدعم أشياء راحت برات لبنان اليوم عم نحكي كل هالموضوع عم بيعالجوا الموضوع بالاستدانة هيدي المنظومة إذا بقيت رح يضلوا ماشيين هذا مش نوع من الدعم الطريقة. منه هيدا نوع من تغريق البلد اكثر واكثر اذا ما في حل واذا ما في محاسبه وما صار في استرداد للاموال المنهوبه، انت عم تيجي تقله للبنك الدولي لصندوق النقد عفوا بدي 3 مليار، بخطتك عم تقول انا المودعين اللي قاله آه تحت ال اللي قالها فخامه الرئيس تحت ال ألف تحت ال ألف رح نعطيهم نرد لهم اياهم، قد ايه قيمتهم هول تحت ال 150000؟ 25 مليار دولار، كيف بده يصدقك هو انه يعني انا عم تشحد منه 3 مليار وعم تقول له بدي رد للعالم 25 مليار يا اخي من وين بدك تجيبهم؟ صحيح في ارقام في غش للناس بالاذن من الاستاذ نقولها في غش للناس في خديعة للمودعين في طبقة نهبت المودعين نهبت شعبها نهبت الخزينة هلأ رجعت نهبت الودايع وعم ترجع تحمل الخسارة للمودعين بس حرام المودع إنو... يتحمل دولار قبل ما كل واحد سرق مصاري ردون هيدي خطة جهنمية بصرف النظر عن اللي قاله الرئيس عون والآي ام اف لمعلوماتك قال لهم في كهرباء قبل ما تعملوا هيئة ناظمة للكهرباء ما في قروض الرئيس مئاتي راح قال لهم مبارح بجلسة مجلس الوزراء قال لهم في عندي عرض قادر اجيب تمويل للكهرباء ولكن بدكم تعملوا هيئة نازمة للأسف عم تطلع بوجه عطول <applause> وزراء التيار الوطني الحر رفضوا لحد اليوم تشكيل هاي أنازمي للكهرباء ليه؟ لحتى ما تأثر على صلاحيات الوزير هيدا الوزير اللي إذا أجينا 3 مليارات من الـ IMF رح يحطهم يشتري فيهم فيول ما عنده خطة للكهرباء غير خطة جبران بيطلع ما يعني ما بقى نحكي على اللي كنا عم نحكي يعني بيطلع آخر, آخر النهار يمكن حركته الجسدية تولد كهرباء أكثر من خططه يعني شو هاي؟ هذا التراقص حركته الجسدية ممكن تولد كهرباء أكثر من الهيدي ايه موشن ايه يعني ممكن تولد كهرباء اكثر من انه خطته، ما حتجيب كهرباء هيدي الخطه الا بمزيد من الخساره للخزينه بالفيول، ما في مجال الا هالموضوع، بالنسبة لبدي دقيقه بس على التوقيت الانتخابي لاثبت لك انه موضوع انتخابي فقط مع احترامي للرئيس غادة عون، اليوم اذا جي بي مورغن وقف التعاطي معنا شو بنعمل والخليج مقطعنا؟ كيف بنعيش؟ كيف بناكل؟ اليوم عندكم مفوض حكومي لدى مصرف لبنان اسمه كريستال وكيم انتم معينينا وين ما عملت شغله هي التيار الوطني الحر وكانت موظفة سابقة بالسيدروس بنك جورج عدوان لما طلع قال رياض سلامة انت عم تخالف المواضيع طلع مين هاجمه صحيح وقفوا ضده اوكي صارت, صارت يعني لما نزلنا بالثوره مين حمى رياض سلامه؟ ما ما فينا نقول مين حمر رياض سلامه؟ التيار الوطني الحر حمر رياض سلامه؟ نعم بوقتها ما نزلوا بوقتها رحموه ومنعوا عم اقول طلب رئيس الجمهوريه من مدة عام التمييز عدم ملاحقه رياض سلامي من شان ما طيب. توقف الكوريسبوندنت بانك عندي اخر نقطه بس بس انا بتحفظ على المعلومه اللي عم بيعطيها عن رئيس جمهوريه تدخله بالقضاء انا شيء هالمعلومة ما عندي اياها وب... واكيد الرئيس عون ما, بيعمل ما بيدخل هيك الا اذا مصلحه الا اذا مصلحة, إلا مصلحه لبنان هيك بس ما بيدخل مع القاضي يا استاذ الكريم بس عون انا برايي الرئيس عون اذا وصلت لمحل في مصلحه لبنان اول شيء بيحكي مع الحكومه وبياخذوا قرار كلهم صوره وفوق الطاوله مش تحت الطاوله. رئيس عون بأول شيء بيقول انا بدعم القضاء وما بتدخل بالقضاء. تعطيني نص دقيقة ثاني شيء على التي اي. خلص الموضوع. خلص. رأيس رأيس خلص. خلص. لا لا الرئيس قدمت لرئيس الجمهوريه، رئيس الجمهوريه ما بيتعاطى بالقضاء. خليني كفي على قصه المودعين بس كلمه صغيره. وين ملف النفايات تبع قولا يا وقف بعده؟ بكلمتين على المودعين على المودعين عم بيقول الاستاذ لؤي انه 25 مليار من ان نجيبهم ومعه حق. انا مش مطلع على على هذا البند بالخطه مزبوط انه هلا مهم نلاقي 25 مليار بس في شغله نحن بنقولها انه اذا بنغد الاموال اللي تحولت للخارج آه للقانون ونحن حاصين كتير كثير منهم الرقم منه صغير قديش؟ ما خليني ما ما اعطي ارقام تقريبا انا هعطيك اياهم يعني. بالعكس انه قد ايه بيغطوا

خليني ما اعطي رقم لانه هذا الموضوع هذا بلا في ارقام بس انه ما بيعطي ارقام واحد اذا ما دقق فيهم ل 100 يعني من خلينا من بس المواطن. اللي نحن بنعرفه انه في ارقام اكثر بكثير من ما عم عم عنها عنا وهالارقام بتغطي اذا اذا قدرنا استرديناها واكيد الاموال المنهوبه ما حق لازم نستردها كلها إيه؟ بس هذا عمل عمل اطول بكثير يعني بده هذا ميديوم تو لونج تيرم انا عم بحكي شورت اللي حول خاصة القانون انت قادر ترجعه وهذا بغطي 80% كيف القانون بيقول قادر ترجعه يا <تحجو> عادل التحويل عادل لليوم بعده مش ع ع مش ممنوع بالقانون لا قادر ترجعوا القانون يمنع التحويل أنا خلصة طلعوا. طلعوا انا قلت خلصه طلعوا الكابيتال كنترول انا قلت خلصه للقانون ما راح يتحول خلصه للقانون بت... انا بتشكرك استاذ لؤي استاذ نقولة الصحناوي كمان بتشكرك بس على على موضوع مساله عدم تدخل الرئيس بموضوع القضاء بتتذكر لما استدعي رئيس مجلس الشورى الدولي وصار في تدخل وطلع حاكم مصرف لبنان قري القرار من 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 بعبده يعني حادثه حادثه ما بتذكر كانت, كانت, لا أنا لحظة كانت فيه. لحظه مش حلوه للقضاء لما ابطل مجلس الشورى الدولي حتى آه تدخل تعميم لرياض سلامه طلعوا اثنيناتهم الرئيس عون وطلع رياض سلامه على بيدي يتشاور مع الكل هي صلاحيه لا, لا 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 في قضاء بتشكرك استاذ نوره صحني واهلا وسهلا فيك استاذ نوره نحاس كمان بتشكرك اهلا وسهلا فيك كان مفترض نحكي بامور بعد كتير موازنه وانتخابات ما قدرنا اعذرونا بريك ونعود للمتابعه تابع هذه الحلقة من صوت الناس في القسم الثاني ينضم إلينا المرشحان أو أو المرشحين عمليا عن دائرة المتن الشمالي هاني صليبة ورازي الحاج أهلا وسهلا فيكم أستاذ رازي مساء الخير أستاذ هاني ما أه بعرف إذا كنت عم تسمع جزء من الحديث اللي صار نحن اليوم صحيح رايحين على فترة انتخابية والوضع سياسي بس الوضع الاقتصادي هو اللي مسيرنا أه أنت مقتنع أنه راح يصير في خطة والبشاير بتقول أنه في خطة تقدر تخلص البلد صراحة yes. نحن صرنا بالأزمة ثلاث سنين لو كان لو كان رح تطلع خطة منهم كان طلع من هالمنظومة خطة من زمان وهلا ربنا على الانتخابات مفروض هلا يعملوا شيء يبيضوا وجههم ما بتخيل رح تطلع خطة ولا هلا ولا بعد الانتخابات منهم قادرين يتفقوا على اي خطه اقتصاديه طلعنا من الازمه بس هلا الوزير نحاس عم بيقول انه نحن مفترض ادار نيسان يكون صار في بوادر خطه ادار نيسان خلص قربنا على الانتخابات إيه؟ وهي كلها بس عم بيعلقونا مفروض هاي الخطة الاقتصادية تكون حاضرة من زمان مفروض طيب. أول الأزمة أول شغلة لازم يكون عنا إياها خطة اقتصادية تنطلع من الأزمة هاي مفروض تكون عاملينها من زمان مش هلأ عم نحكي فيها من بعد ما تقريبا خلص خلصوا مصيتنا مصري وودايعنا وما بقى في عنا شيء نحن بشو بدنا نحارب وبشو بدنا نبني اقتصاد إذا صرفوا كل المال هي شو راح يبقى لنا من هلا لا يصير في خطه تقلع الخطه اذا ما بقى لنا مال ما بنقدر إيه. نعمل اقتصاد صعب كثير اكيد كيف بدك تقلع دائره الاقتصاديه المال بيجيب مال فاذا فاذا شغلنا مع الاي ام اف شو هدفه انت نحن عم نشتغل مع الاي ام اف تنقنعهم يدينونا 3 مليار 4 مليار شو راح يدينونا مش راح يدينونا 100 مليار ولا ال 30 مليار اللي صرفناهم نحن من وقت بلشت الازمه لليوم كان المفروض نحن هالمصاريات بلا ما نصرفهم على الفاضي ما صرفنا 30 لل 34 ل 12 احسبهم يعني شي 18 مليار أوه بس 18 مليار، طيب مم. شو راح يطلع لنا من الأي ام اف؟ 3 مليار؟ 5 مليار؟ طيب هالمصاري رح... اللي جايين من الأي ام اف فينا نستثمرن نحن ونبني بلد، بس اللي كان عندنا يهون كان معنا يهون كانوا قلنا رح ما فينا ما كان فينا نستثمرن، مم. ما كان فينا نصرفن على الكهرباء مثلاً، على المي، نجهز البلد يصير مؤهل للإزدهار والإنماء ليش ما كنا قادرين نعمل هيك؟ لأنه الطبقة السياسية الحاكمة ما بدها تعمل م... خلينا نفوت بصلب الموضوع 100% نحن المنظومه بتركز على فساد اهمال سوء اداره ما عم تركز على كيف تبني اقتصاد على طول بالها بالصفقات كانت ولليوم كيف بده يتفقوا وشو بدهم يعملوا ولا مره ركزوا على كيف بدنا نبني اقتصاد كيف يصير في نمو بالاقتصاد وشو شو استراتيجيتنا نحن الاقتصاديه من هلا لخمس سنين 10 سنين 15 سنه سنين. هذا المفروض كان لازم ينعمل يعني على القليل من بعد ما طلعنا من الحرب يكون عندنا استراتيجيه وين رايحين شو راح يكون معروف لبنان عم بينتو شو اختفاء ذاتي بشو كيف رح نخفف نحن الاستيراد بهال بهالصلع هيك كان لازم يشتغلوا من 30 سنه لليوم مش ن... يتاكلوا كل ودائعنا نحن بعجز تجاري بهدر بالصفقات وال... والفساد والسرقه هيدا رايي انا كان لازم اشتغل هيك بهالطريقه انت رجل اقتصادي مرشح مشان يعني مشان تبين للناس للبنانيين للمتنيين بشكل أساسي أنه عندك نموذج اقتصادي طرحه للحل أنا م... يعني أنا زلمة مغترب أنا لبناني مغترب ساكن بالخليج كنت خليك مغترب وعم تعمل مصاري شو بدك بال صراحة بهالدهليز نحن... اللي نحن فيه نحن كعائلة صرنا مغتربين خمسين سنة ونحن عتلانين هام وخايفين ومرعوبين مثل مثل كل هالمغتربين انه بحياتنا ما حيصير عندنا بلد نقدر نرجع له وعطلانين هام كثير ونحن كنا صراحه يعني مش مسلمين للبلد بس انه ناطرين انه ان شاء الله يتحسن الوضع كل هالسنين من بعد الحرب صرنا 30 سنه قاطعين من بعد الاحتلال السوري 16 سنه كل الوقت نحن ناطرين 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 انه بلكي بيعملوا شيء بيتحسن وضعنا تنقدر نرجع لهون لانه هو خيار نحن حابين ناخده حابين يكون عندنا الخيار نحن انه فينا نقعد ببلدنا ونتقاعد ببلدنا ونربي اولادنا ببلدنا ولا لا طيب. مثل كل لبناني بده بده يكون عنده هالخيار ما بده يكون محكوم علينا نحن الهجره هيدا هيدا حلم لإلنا وللاسف يعني ما قدروا بالعكس كسروا للبلد صرفونا كل مصرياتنا دمرونا البنيه التحتيه دمرونا اقتصادنا دمرونا كل شيء ما في عنا شركات سكرت شبابنا اللي هن اهم شيء لنا تنقدر نبني مستقبل هاجروا كلهم بكل الدول انتشروا كيف بدك تبني اقتصاد بلا طاقه بشريه اللي نحن خسرناها وكل الدول استوعبوها عم يستثمروها باقتصادهم هلا بتوسع اكثر استاذ رازي انت مش مغترب يعني انا على النقيض الاخر من استاذ هاني بس اللي بيجمعنا المواطنه بحب البلد انا شاب لبناني اليوم عم بترشح لانه انا بدي اخذ قرار هل بقدر استمر اني اعيش بلبنان ومسير مغترب اليوم نحن فعليا استاذ ماريو المشكله الكبيره انه كان في غياب للرؤيه الاقتصاديه الشاملة يلي هي أعمدتها سياسة نقدية سياسة مالية وسياسة سياسة استثمارية هيدا ترافق مع فساد يعني تآمر فساد وجهل بالإضافة إلى أن لبنان مخطوف من قبل حزب الله بالتحديد وأخذنا على نموذج آخر يختلف على الأسس الأساسية اللي بنى عليها لبنان لأنه لبنان انبنى على مفهومين مفهوم سياسي اسمه بلد مبني على ديمقراطية بلد برلماني حر بيكفل حرية التعبير وحرية المعتقد وعلى المستوى الاقتصادي بلد ليبرالي حر مبني على المبادرة الفردية أيضا وهو أساس فكرتهم الحرية نحن اليوم رحنا على بلد آخر ما بيشبه لبنان يلي جدودنا أسسوله هيدي آخر سنين هيدي باخر سنين لا لا صح؟ لا لا لك نحن بعد الحرب رحنا على نموذج اقتصادي اسمه منخصص الاقتصاد لفريق ومنخصص الامن لفريق ومنخصص السياسه لفريق هيدا شيء غير متكامل يعني لا يمكن ان تكون انت بلد عنده استراتيجيه مثلا دفاعيه بده يعمل حرب بأي لحظة وهيدا قرار الحرب مش بإيد الدولة بإيد فئة سي... عسكرية سياسية معينة مهم. ومن تاني مال بدك تعمل اقتصاد مبني على اه اقتصاد ليبرالي مبني على الفردية وعلى النمو ما بيشبهوا بعض بس برضه ازدهر البلد هالشيء كان موجود وازدهر ازدهر البلد ازدهر ليش ازدهر؟ لأنه أولاً انعمل سياسة اقتصادية بالسياسة النقدية كان في تثبيت لسعر الصرف يلي خلى الناس فعلياً يكون عندها قدرة شرائية أكثر من مدخولها الفعلي مم. وهون كانت الناس هيدي سميناها مقايضة سلطوية بين السلطة والشعب من حيث لا يدري ومن ثاني مال كان في دولة عم تستفيد أيضا من آآ آآ من هيدا النظام وكانت عم تصرف أكثر ما عم تطلع فصرنا نحن أمام نموذج عندنا شعب بيصرف أكثر من قدرته الفعلية وعندنا دولة بتسرق وبتعمل صفقات وبتصرف أكثر كمان من مدخولها صار في عجز تمول من خلال الدين العام، وبالتالي امام هذا النموذج الاقتصادي كنا نحن بنين حده فكره اسمها النظام المصرفي المتين يلي كنا عم بفوت عنا اموال من الاستثمارات الخارجيه، المغتربين، الودايع الخارجيه، السياحه، لانه لبنان بوقتها لم يكن ظاهريا رايح زاحت على محور الممانعة أو آخر طرف ضد إذا بدك بيئته العربية والبيئة الدولية لهيك كان ما يسمى بميزان المدفوعات دايما إيجابي لما بيكون ميزان المدفوعات اللي هو إيه بيتخلك عملة صعبة مش كل السنين لل2011 ليش بال 2011 بلش؟ لانه بال 2011 اول مرة بيصحط لبنان نحو التدخل بمحاور هالقد واضحة عسكريا، يعني حزب الله دخل بالحرب السورية وبلشنا نروح بهيدا الأفق نحن اليوم يلي عم نقوله، معركتنا هي معركة أمرين، استعادة الدولة المخطوفة بداية وبالشق الثاني استعادة انتظام الدولة ونقدر نستعيد انتظام الدولة نحن بحاجة لمشروع ورؤية سياسية اقتصادية متكاملة هذا بيسموه الاقتصاد السياسي نحن بدنا نحط السياسي بخدمة الاقتصاد والمجتمع مش المجتمع والناس والاقتصاد بخدمة السياسة لهيك أنا اليوم ترشيحي في قضاء المتن كشاب لانه عندي قضايا دافع عنها اول شيء كيف بدي احول كل هالغضب يلي يلي داخلي كل هالردة الفعل يلي نحن عايشينها كلبنانيين كل هالظلم كل هالاذلال يلي تعرضنا له كيف بنحولها لمشروع فعل كيف بقدر يكون عن جد جد داخل مجلس نواب متخصص حامل عم دافع عن القضايا الاقتصاديه وأولهم قضايا الناس لانه حقيقة ما رح نقبل انه على سبيل المثال ودايع الناس تروح مش لانه لا بدي صوتهم اليوم ما رح تقبل هني راحوا لا ما راحوا هلا بقول كيف بنردهم وانا حقيقة بدنا نقول للناس كيف بنردهم كيف بندافع انه نردهم مش عم بحكي هالكلام لاستجدي لا الناس يصوتوا لي عم بحكي هالكلام لانه انا واحد من المودعين انا وعائلتي واصحابي ورفقاتي يلي انسرقنا يلي اليوم عم نتحمل اكثر من خساره وحده عم نتحملها، م. نحن حجزت ودايعنا مارس علينا كابيتال كنترول غير قانوني خسرنا من قيمه مصرياتنا نحن رجعنا دفعنا الخساره مره ثانيه بانخفاض قدرتنا الشرائيه رجعنا نحن عم ندفع خساره ثالثه بنصيبنا من الناتج المحلي الاجمالي بالسنين المقبله ونحن عم ندفع ضريبه رابعه اسمها الطاقه الشبابيه الطاقه البشريه اللي حكي عنها استاذ هاني طيب. لهيك انتوا انتو لازم تكونوا على فرد ليستة مش لازم تكونوا على ليستين متضاربتين يعني ان شاء الله خير <تصفيق> شو <تصفيق> نح انا بالنسبه لي المعركه اذا بدك تشوف في الرؤيه الواسعه بالمتن في عندك ثمان مقاعد ثمان نواب خمسه محور ايراني سوري وثلاثه ضد انا بالنسبه لي المعركه لازم هذا الرقم يزيد وهذا كل الرقم ينقص هلا لو ما لو ما تكب لي هالجمله كان بدي اترك الشق الانتخابي للاخر وانا برايي سمي لي مين يلي ضمن المحور السوري الايراني مين هن انا بسمي لك الثلاثه اللي مش ضمن هالمحور اللي إيه؟ هن القوات والكتائب هاو اثنين هاو اثنين انا ما عندي مشكله لا. ابدا ثلاثه يعني نايبين للكتائب القوات والكتائب هاو اثنين إيه, ايه نواب قصده ثلاث نواب بس شا... آه. طرفين اوكي طرفين انه فريقين نعم ايه هودي الجماعة المفروض نحن نقدر نبني تكتل وتحالف بالبرلمان نقدر نحن نحرر لبنان من الهيمنة الخارجية اللي نحن هلا عايشين وراها أزمة كتير كبيرة طيب. أنا بوافقه أنه مزبوط السيطرة الخارجية علينا الإيرانية مزبوط بتأثر أثرت علينا وعندها يعني تداعيات كتير كبيرة اقتصاديا بس كمان نفس الوقت نحن عنا مشكلة داخلية عنا أزمة سياسية نحن عم تاكلنا وهالفراغ السياسي اللي عم بيصير فراغ رئاسي فراغ حكومة على طول عم بيجي يعني آخر 15-16 سنة من وقتها تحررنا نحن مش عم نعرف نألف حكومة بوقت سريع مثل المفروض ولا نحن ننتخب رئيس وهذا الشيء لوحده اذا بتاخذ هل بتاخذ الازمه لوحدها وبتحطها على دوله فرنسا امريكا وين ما بدك هي الدوله بتنهار اقتصاديا ونحن دولتنا عندها هالازمه عندها ازمه عندها ازمه سياسيه عندها ازمه دبلوماسيه هلا للاسف عندك ازمه آه كمان آه مشكله بالبنيه التحتيه عندك مشكله بالقضاء عندك أزمة أمنية الجيش اللبناني ما أنه محتكر السلاح بالبلد هيدي كمان هيدي بتشكل خطر يعني استاذ ماريو إذا بد إذا بدي أحكي صراحة إذا بدنا نبني بلد نحنا بنقدر نعيش هون ونربي أولادنا هون بدنا نبني على القليل بلد طبيعي البلد الطبيعي ما لازم يكون فيه كل هالأزمات لازم يكون فيه قضاء مستقل لازم يكون في عندك الجيش مسيطر على البلد على البلد وماسك كل امن البلد لانه لو لو هيدا الشيء مش مزبوط سمي لي دوله فيها حزب او فيها فريق مسلح بياخذ قرار قرارات السياسات الخارجيه او الداخليه عن هالبلد، بلا ما يحكي أو أو مع حيلا طرف او حيله فريق وناجح انا ما لقيت ولا بلد بيقدر بيقدر بهالمواصفات ويقدر ينجح ابدا طيب. ولا فينا نتمثل بهيك بلد اوكي البلد اللبناني شعب اللبناني شعب زكي ناجح مزود أنت عارض حالك مشروع بديل صح؟ صح انت شخص بديل تحمل مشروع بديل هالمشروع البديل إذا وصل على مجلس النواب كيف بيتعاطى مع هالأزمة اللي عم بتوصفها اللي اسمها حزب الله وسلاح حزب الله يعني ليه غيرك اصطدم بهالموضوع ما قدر يعمل فيه شيء بكرة أنت إذا وصلت رح تصطدم ويمكن ما تقدر تعمل شيء حاضر عامل مخطط نحن هلأ قدام أمر واقع يا بدنا نكون مع يا بدنا نكون ضد نحن مع نبني بلد طبيعي هي انا مش نازل على الانتخابات كرمال او مش عم ترشح كرمال هاجم او حيلا فريق هيدا الشيء تنبني بلد يعني رؤيتنا لبنان بلد طبيعي ما في مطرح لسلاح حزب هذا جزء من الحلول في عنا كذا شغله كذا كذا موضوع لازم يتعالج هيدا هيدا مش هي مشكله لازم تتعالج من المشاكل بلبنان بس هي مش المشكلة, المشكله الوحيده بتعتقد انه اللبنانيين قادرين يعالجوا هيك مشكل بعتقد انه ما عنا غير خيار يا بدنا نعالج هالمشكله يا بدنا نشوف كيف بدنا نعالج ال... ال... هالازمه السياسيه بل انا برايي لازم او اسرع وقت نتفق على كيف بدنا نطور النظام السياسي بلبنان هيدا برايي اسرع شيء لازم يصير في لقاء وطني شو بتقصد شو بتقصد بتطوير نظام سياسي يعني انا اللي بقصده حكومه مش قادرين نجمع اللي بقصده صراحه انه في شراكه نحن هون هي بهالشراكه في عندك شريك عليه الضرائب وشريك بياخذ القرارات عن الكل انا هيك شايف هي شراكه مش شريك ب 100% انا شايف انه لازم نشتغل نحن على هذا الموضوع ونصير في يعني نطور النظام تيكون في شفافيه ويكون في فعاليه تنقدر نعرف حالنا بالضبط مين الضرائب وين عم يندفعوا وين عم يستثمروا تما يكون الشريك حاسس حاله مظلوم وشريك عم يستفيد وعم ياخد القرارات لوحده م. لازم هال هالاشياء تتنظم ونتفق على اقل شيء يعني حد الادنى من المعايير الطبيعيه شو هو لبنان بلد طبيعي شو معناتها يكون بلد طبيعي لبنان انا بدي اسمع منك شو يعني يكون بلد طبيعي بس تفضل بدي اسال استاذ رازي قبل قلت شيء للمواطنين وللمودعين بشكل خاص انه انا قادر لكم كيف ممكن نرد المصاري كيف اولا اي خطه للتعافي الاقتصادي ما بتكون مبنيه على اطلاق الاقتصاد ما راح تقدر تعالج الازمه، لانه نحن للاسف يلي يعني عينيناه من سنتين ونص لليوم هو انه في خسائر محققه ماليه، هي الخسائر يلي يعني حققوها ما بدهم يتحملوا مسؤوليتها، بدهم يكبوها على الناس ترجع تتحمل هي المسؤوليه. لهيك الخطه الاقتصاديه كلها وكل الشريعه وانا يعني حاضر حلقاتك كذا مره، كل ضيوفك كانوا كل همهم كيفية توزيع الخسائر بس أنا بالنسبة لي هيدا شق مهم إنما مش هو الشق الأساسي بخطة التعافي الاقتصادي الشق الأساسي كيف نطلق الاقتصاد مه. لأنه إذا على مثل صغير إذا أنت عندك دكان خسرت مليون ليرة كيف بتربح ثاني شهر؟ بتسكرها وبتعرقلها او بتفتحها وبتقويها وبتطورها، لهيك نحن يعني اليوم يعني اذا وسعت اشغالك بالدكان فيك ترجع تعوض المليون نعم. بإعاقه الدوره الاقتصاديه من خلال ضرب النظام المصرفي ومن خلال تحلل الدوله وضرب ايراداتها وادارتها من خلال كل الممارسات اللي عملوها ما فيك تقول أنه أنا بدي أرجع رد الناتج المحلي الإجمالي على الأقل على الرقم اللي كان فيه هو من بال2018 اللي كان تقريبا 60 مليار دولار بخطة ماكنزي لما انعملت نعم. كان في خطة تقول أنه هال60 مليار كناتج محلي إجمالي بدي أعملها 100 مليار كيف اليوم لما صارت 18 مليار ونص يعني نحن عنا شغل كتير كبير تا نرجع نطلق الاقتصاد لهيك الخطة التعافي الاقتصادي كيف إذا بتكون على ثلاث ثوابت اساسيه خطه نقديه نقدر نرجع نجرب شوي نعمل سيوله بالعمله الصعبه كيف وهيدا يلي بتعمله الاي ام اف ونظام مصرفي طبيعي يقدر يرجع يستقطب الودايع اول نقطه لحظة. خطه ماليه لحظة نعم. ما راح اقاطعك بس نعم. نقطة نقطة أكيد. عم تقول نظام مصرفي طبيعي اكيد طبيعي مين بده يسترجي بعد يتعاطى مع هذا النظام المصرفي؟ يعني وحده من القصص الاساسيه انه نشوف ضمن هيكله المصارف مش نعمل مثل الخطه يلي وردت بحكومه حسان دياب انه نلغي كل المصارف بنجيب خمس رخص جديده بنرجع بنتقاسمهم، لا بدنا نروح نجيب شراكه مصرفيه عالميه، يعني بيجي بنك اه انجليزي مثلا مرتب بياخد بنك محلي بيعمل بارتنرشيب معه بيعطي ثقة للناس ترجع تفوت لأنه هيدا البنك بطل من دار بس من مجموعة لبنانيين عندهم مصالح سياسية لا بده و... و... يحمل له خسارته مشان شو ما بده يحمل له خسارته هو رح يبلش عن جديد هو رح يحمل له زبائنه هودي الزبائن يلي يعني هن حقهم مصاري يعني وحدة من الأخطاء اللي ركبناها فللنا زبائن وسكرنا حسابات بالعكس هيدي قيمة هيدي هودي موجودات لو هن عندهم خسائر بال... 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 بالودائع إنما هيدا الشخص هذا الزبون هو بيقدر بالنسبة للمصرف المركزي يكون عامل استثمار لهيك الخطة كلها غلط كلها عم تشتغل بعكس الطبيعة بعكس المفهوم الماكرو ايكونومكس مشكلتنا انه كلهم اشتغلوا على المايكرو كل واحد بده يشيله عن ظهره ما حدا اشتغل على الاقتصاد الكلي وهذا اللي نحن بدنا نقوله بمجلس النواب انه ما فيكم تعملوا خطط هيك هجينة وبتفوت بفوت القانون على المجلس شيء بيطلع منه هجين شيء ثاني كل واحد بيقص منه شقفة لهيك نحن مثل ما قلت لك مثل ما نحن بالسياسة واضحين وما عندنا مواقف لانه انا شو بيهمني بالاخر انا ب... انا يمكن مت... انا خبير اقتصادي متخصص انما ما بدي بكره كون مودر بمواقف سياسيه لانه بدي أخفي اخف... اخف... اخفيها ورا اذا بدك تخصصي لا انا مثل ما بالسياسه واضح عم طالب بدوله سيده وحره بكل قراراتها لانه هيدا مفتاح كمان لاقتصاد قوي انا بدي اكون جدي بإنتاج رؤيه اقتصاديه لكمل لك شو هي حكينا عن السياسة النقدية السياسة المالية ما فيها تكمل مثل الموازنة اللي عملوها هيدي مش موازنة اسمها لأنه هيدي ما عطيت ولا إشارة للمجتمع الدولي الداعم للبنان بكيفية الإصلاح أنا كنت بفضل أنه بشقفة مشاريع البرامج بدل ما يوقفوها ويأجلوها يحطوا على الأقل مشروعين ثلاثة بيوحي أنه هن جادين بالإصلاح أولا موضوع التحول الرقمي يلي خطته جاهزة وموجودة <applause> ويلي أه يعني انا بسمح لنفسي اقول انه لما كنت مستشار أه أه لوزيرة لو التنميه الاداريه دكتور مي شديء بال2019 خلصنا هذه الخطه وبعثناها على سوزرة وزراء وهذه الخطه تم موافقه عليها من قبل كل الاطراف الدوليه وتامن الاكثر تمويلا من البنك الدولي ونامت هذه لا نامت لانه هي بالاخر رح تجي تقول للاداره العامه انت بد ما تشكلي 40% من نفقات الدوله وحط كل الزلم بهالدوله رح تصير الدوله تشكل 12 ل 13% من من الموازنه الرواتب والاجور ما حدا بده يدق فيه للقطاع العام من هيك بدنا ندق فيه لانه نحن بالاخر ما بنقدر بقى نقول بدنا نمشي بمنطق المحاصصه انا اليوم اذا بدي يكون قائد فعلي ما بدي انطر جمهوري شو بيقول لي لا امشي انا بغرائزه أنا بدي قود جمهوري نحو الإصلاح لما بيسمع هو أنه في ناس جديين قادرين عن جد يحطوا وقت وجهد ويلتزموا بالشأن العام كالتزام مش هيك يعني تحالف ودعم من القوات اللبنانية كمرشح مستقل مدعوم من القوات اللبنانية على المقعد الماروني لأنه نحن سوا رايحين بهيدا الـ الـ المحل الجدي الملتزم قضيه لبنان والدفاع عن سيادته وايضا قضايا الناس وشؤونهم لعن جد نحط كل السياسه وكل خبرتنا بخدمه الاقتصاد والمشط. حكيت نقد وحكيت مال. بعد في الخطه الاستثماريه إيه. وهون بدي افتح هلالين لاقول انطلاقا من اللي قاله استاذ هاني بموضوع تطوير النظام، نحنا عندنا شغله دائما بموضوع تطوير النظام هيك شوي الناس بتخلبط فيها. في شيء اسمه على المستوى الميثاقي او دستوري الكونستتيوشن نحن ما بدنا ندق بموضوع الميثاق الوطني، نحن متمسكين بالميثاق الوطني نحن متمسكين, الوطني. نحن متمسكين الوطني لانه هيدا عليه انبنى لبنان، انما انا ما حدا بيقدر يقول لي اذا عندي مشكله كثير كبيره على المستوى الاداري السياسي الانستتيوشنال بدي دق فيه ونص لانه نحن الاداره ما يسمى العقد الاجتماعي بين اللبنانيين على مستوى الاداره السياسيه الفاشله هيدي يلي انبنت على التحاصص بحجه الميثاق الميثاقيه هيدي مش مزبوط حتى الانظمه السياسيه في لبنان اللي ممكن نتبعها هي أنظمة كلها إلها علاقة بالإدارة السياسية لهيك أنا عم جرب أطرح مشروع مع زملائي بي سوري بس ده أختصر بس لك المناصفة هي على صعيد الفئة الأولى مش أكتر لا 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 مش بس صار... المناصفة أنا عم بحكي عن أكتر من هيك أنا عم بحكي عن شكل الدولة مم. كيفية الحكم كيفية توزيع المهام نحن بدنا نحن من نطلق مشروع تنظيم سياسي وإداري جديد مبني على نموذج اقتصادي قابل للتطبيق يعني مش انه حدا بشيطنه لكن غير قابل للتعطيل اذا وقفت الحكومه مشكله الحكومة ما بيوقف وهذا اسمه المدن المتخصصه وان شاء الله قريبا بيكون عندنا مشروع متكامل بنبلشه من, من المتن بتحديث مشروع لينوريا اللي هو تطوير ساحل المتن ليكون اول مدينه متخصصه تقدر عن جد تكون مثل دبي يلي بيعرفها منيح استاذ هاني ومثل كل الدول يلي عملت نماذج اقتصاديه من لا شيء وكانت هي كل حياتها بتتمنى تصير مثل بيروت. م -م. تطوير النظام السياسي كنت عم بتروح على ذات النظريه اللي حكى فيها استاذ رازي ولا كنت أقصد تطوير النظام السياسي تطوير الاليات السياسيه كيفيه اتخاذ القرار او كيفيه يعني عدم الوقوع في العرقله كل مره. النظام السياسي اليوم هو نتيجة اتفاق طائف وباتفاق طائف اتفقوا انه ما حدا متفق واتفقوا انه كل واحد في عرق الثاني وما حدا في ياخذ قرار نتيجة اتفاق الطائف اليوم عندنا نحن عدم ما في وجود لسلطة سلطة تنفيذية فعالية مضبوطة فعلا السلطة التنفيذية هي هال هي السلطة اللي هي أساسية بحيالها بلد مش موجودة بلبنان ليه؟ لأنه ضايعة مش, مش مش, مش هيدا لازم يتطور بأسرع وقت ما فيك أنت تقلع اقتصاديا وتبني وطن بدل ما يكون عندك هالسلطه وو.. واضحه يعني شلنا ال... السلطه من شلت اذا ال... بدك سلطة من الرئيس من رئيس الجمهوريه لمجلس الوزراء، ومجلس الوزراء هو محكوم من كل الاحزاب والاحزاب مش متفقين أه. يعني تكنيكلي عندك مش بورد هيك اتفاق الطائفي نحن رحنا على الدوحه عندك مجلس مش متفقين رحنا على الدوحه وبدك يتفقوا ومن الدوحه جينا على لويا جيرقا الكل جوا بحكومات توافقيه وفتنا بالحيط صح هذا اللي صار صح فاذا المشكله مش بالطائف الفشكله بكيفيه تطبيق اتفاق الطائف يعني بمن يطبق الاتفاق هو ما طبق اساسا مضبوط نعم. طبق اللي اللي بدهم يطبقوه ولازم يطبق ما تطبق منه الا مركزيه ما طبق منه وغير امور مهمه ما طبق منه هذا النظام لازم يتطور باسرع وقت لانه هذا الشيء ما فينا نحن نكمل بهالطريقه النظام السياسي الفاشل اللي عم يخلق عم يخلق فراغ ورا فراغ هيدا ما ما انه بيئه طبيعيه يعني كنت عم تسالني عن بلد طبيعي شو يعني بلد طبيعي بلد طبيعي يعني ما يكون عندك هالمشكله بلد طبيعي يكون عندك بنيه تحتيه بلد طبيعي ما يكون عندك مشكله امنيه مشاكل امنيه بس ليش بلد طبيعي ليش هاني صليبه آه بده يكون الشخص البديل يلي بده يقنعني انه انا صوت له لانه قادر ينفذ يلي عم يحكيون يعني شو يلي بيقول لي انه بكره ما بتجي بتقول لي كمان ما خلونا لك انا انا بالبلد ما خلتني اشتغل انا جيت على لبنان وحطيت قلت كيف بدنا نشتغل وكيف نعرف الناس عن حالي بلا ما احكي لانه حكي ما عليه جمرك وتعبنا من الحكي المواطن اللبناني تعب وكاس نفسه من الحكي صحيح صراحه صرنا عم نسمع عليهم نحن من وقت خلقنا لليوم عم بيوعدونا بيوتوبيا وما شفنا شيء منه شفنا بلد عم يدهور وشفنا ايه غير شيء خسرنا وديعنا وخسرنا اقتصادنا وشعبنا هاجر وعم يدوب مجتمعنا رح نخسره اذا مكملين هيك انا قلت بالعكس خلينا نخطط وخلينا ننفذ مشاريع مستدامة تقدر تساعد الاقتصاد خلي المواطن اللبناني يلمس شغلنا ويعرف نحن مين كمجموعة نعم لبنان نحن مين من شغلنا من مبادراتنا من, من إذا بدك حملاتنا منصاتنا شغلنا على الأرض لهلا لليوم نحن نفتخر بشو عملنا وشو قدرنا ننجز باخر ثمانية اشهر تسعة اشهر صرنا هون عم نشتغل بالموضوع يعني والكل شاهد على الموضوع بعد البريك اللي علينا بنشوف شو شو عملتوا واذا كان على اساس اللي عملتوه اجت التحالفات الانتخابيه او رح تجي التحالفات الانتخابيه اخر بريك ونعود للمتابعه نصل الى هذا القسم، القسم الاخير من حلقه صوت الناس لليله، استاذ رازي اه اللي بتحكي حلو بس انه كمان حلو تضل عامل رافعه لليحة بالمتن؟ اول شيء اه انا ماني رافعه لليحة، انا جزء من ليحة ومن تحالف عمره عشر سنين لانه انا بالاخر كشاب اه بعتبر حالي من من صغري كنت من الاوائل يلي اشتغلوا بموضوع المجتمع المدني ومصالحه الشباب مع مفهوم السياسي من 2007 انا بحكومه الظل الشبابيه مع الشهيد جبران تويني انا على الارض بكل المناسبات يلي كان لازم الشباب يعلوا صوتهم هذه القوه هذا التغيير اذا بده يبطل تمني بس ورفض اعتراض لازم نلاقي قوه فاعلة منظمه تساعدنا تفتح لنا الباب تنحط افكارنا ومشاريعنا على سكه على سكه التنفيذ تنفيذ. وبالتالي بخطاب الترشيح قلت كيف بدل هالقوه قوات لهيك انا بعتبر ان القوات اللبنانيه اليوم هي من الاحزاب القليله يلي صادقه بفتح الباب امام شباب وشابات عندهم خبرتهم عندهم اختصاصهم عندهم التزامهم بالشأن العام مش هواة مش اشتروا تيكت مثل بعض مرشحين سابقين بغ... مع غير احزاب اشتروا حق التيكت تفاتوا على المجلس يعملوا نواب انا بعتقد انه تيكت شو تيكت نعم ترشح كان... كان... على ليستا ترشح على ليحه ليعملوا نواب بس هن لانه طلعوا تقاعد من يتسلوا يعني فانا انا بالنسبه لي انه العمل العام يجب ان لا يبقى هيك بس نشتغل بنشتغل بس هيك بالعموميات انا كنت احضر استاذ ماريو اللي جاني وزارية واللي وانا بعرف انه عن جد بمجلس النواب عندنا مشكله عندنا مشكله عندنا مشكله بالتشريع وعندنا مشكله بالتخصص كيف يعني اه يعني يلي بيكونوا عم يشتغلوا بموضوع يعني بيكونوا ما بيفهموا فيه ما بيفهموا فيه واللي بيفهموا فيه مش جادين يعني ما في لجنه نيبيه في نائب بيقعد خمس ساعات فيتين طالعين يعني ما بدي احكي لانه بتعرف هيدا كان ضمن عملي وانا احترم هذه الخصوصيه مم. انما اليوم تحالفه بال 2018 مع القوات كان لي اثبات انه بالمتن القوات موجوده وما كنت انا اقبل بال 2018 انه اي طرف يلغي لها وجودها ويمنعها من التمثيل، بال 2018 كنت عارف انه ما عندي حظوظ بالنجاح انما كنت مؤمن بالخط يلي انا ماشي معه وبال 2022 هذا الخط بال 2022 بدلني هذا اذا بدك الصدق بالتعاطي والالتزام بدعمي كمرشح مدعوم من القوات اللبنانية إلى جانب الوزير ملحم رياشي عن المقعد الكاثوليكي ورازي الحاج عن المقعد الماروني فأنا بعتقد أنه نحن اليوم بمرحلة أكيد جديدة المعركة عندها كثير طابع يعني جدي والحظوظ بانه نقدر نمثل الشباب ونوصل اشخاص عن جد عندهم الهويه المستقله من مال والملتزمه بقضايا السياسه من ثاني مال على قاب قوسين ان تتحقق وحرام الناس تروح هذه الفرصه لانه للاسف كل ما يسمى او كل ما عشناه انا ب 17 تشرين كل الوقت على الارض وبيكم... وانا مجتمع مع اكثر من 70 80 مجموعه <applause> هذا الشغل بعده ببدايته يعني شباب عندهم صدق بالتعاطي عندهم عن جد شغف بس ما عندهم تنظيم بس ما عندهم تنظيم ومش بس هيك لازم يبلشوا يتعودوا انه الحقيقه لا لنا نحن بنملكها لحالنا الحقيقه جزء من راي الاخر يعني انا ما بقدر دائما اقول انا بس معي حق نحن ما بنقدر نشيل كل هالناس الموجوده ونكبها بالبحر نحن بالعكس ما نجرب نستفيد من الاحزاب الصادقه يلي يعني كمان انا بدي اقول لك شغله في تاريخ والتاريخ ما بيتجزا انا ما بقدر اقول لالاف لا الامهات يلي يلي استشهدوا اولادهم دفاعا عن لبنان السيد والحر والمستقل يلا هو تضحياتكم خلص قطع عليها زمن وبلا طعمه نحن تاريخ متواصل تاريخ عمره 50 سنه من النضال كيف بتقولوا لهالامهات انه أو, او ابنائكم يلي استشهدوا ما راحوا ضيعان لانه نحن راح ندافع عن نفس القضيه انما باسلوب جديد، يعني كل زمن له له رجالاته وله طريقه الدفاع عن عن قضيته، نحن اليوم منا بالسياسه ابدا عن هويه ضايعه، نحن واضحين بهذا العمل، نحن كل الاحتلالات اللي مرقت على لبنان واجهناها وراسنا مرفوع، كان يعني الاحتلال السوري وانا كنت من كمان الناس يلي بس ما كانت تضوي علي الكاميرا لانه ما كنت يعني معروف بس طيب. انا كنت اكلها قتلي اقعد بالريو حدا تاني يعني مثلا يصير معه شيء ابسط يطلع على التي بس هاي الحياه طيب. بس انا بالاخر نضالي مستمر نضالي هو تنقول للناس انه هيدا لبنان بدنا نتركه لنا بس هالمره بوسائل جديده مش دائما بس بحاجه نحن لمواقف فقط شو يعني الوسائل الجديدة قبل ما نحكي الوسائل الجديدة هي وجودنا بمجلس النواب لنقدر أول شيء نعمل توازن سياسي ليش هو عدد عدد الكتلة هو اللي رح يعمل توازن سياسي؟ لا لك شغلة، أول شيء أنا رأيي أنه الأكثرية النيابية أمر كثير مهم، بمعزل عن اللي بيقولوه انه التجربه السابقه ما كانت ناجحه، لانه التجربه السابقه ما كانت ناجحه لانه في ناس بهذه التجربه ما كانوا آآ آآ ركابهم كفايه قوية ليواجهوا، عم يعني عملوا ل... تسويات شو عم بتقول لسعد الحريري؟ لا في تسويات حصلت يعني بصراحه وهيدا مش سر، يعني اليوم لما نزل جزء من التسويه نعم. مع الرئيس ميشيل عون؟ لا الرئيس ميشيل عون الت... لم تكن تسويه سياسيه بقدر ما كانت كان في انباس يعني ما مك... كان في عدم انتخاب الجمهورية جمهوريه على سنتين، ايه؟ كان في فراغ بس كل و... طرف بيقدر و... يبرر التسويه ايه؟ اللي بتناسب رئيس الحريري انا تجنبت الحرب الاهليه لا بس هذه التسويه كيف بدات؟ هذه التسويه لم تبدا مع ترشيح العماد عون للرئاسه، هذه التسويه بدات مع تخلي آآ آآ فئه من 14 أدار عن مرشحها للرئاسه والذهاب نحو مرشح من 8 أدار فاتت بانباس اكثر من أوكي. 14 جلسه مش هيك انا مترح. عم قول مش هيك انا عم اقوله انه انا مني بوضعيه برر ماذا حصل سابقا بس انا عم اقول على الاقل نحن ولا مره تخلينا عن المبادئ كرمال الاشخاص او تخلينا عن المبادئ كرمال الكرسي نحن واضح مبدانا شو واضح معركتنا شو حبينا بما يسمى اتفاق معراب انه نقدم للبنانيين مصالحه تاريخيه على مستوى آه الشارع وخاصة بين الشباب على مس... وثاني مال نمنع الفراغ واعتبرنا انه هذه المصالحة كانت مفروض تأمن للرئيس عون الغطاء الكافي ضمن بيئته تيبطل لكم التيار طيبطل... 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 وصلتوه وصلتوه بلشتوا تفخموا المركب لا لا لك لا لك تيبطل يقول انه بيئتي مش حميتني انا اتجهت لحزب الله، نحن جربنا يعني انا ما بدي احكي عن القوات بس مثل ما انا فهمتها للقصة ومثل ما انا شعرتها ومثل ما انا كنت حابب تكون اردت انه نامن للرئيس هون بيئه ان يخرج من عباءة حزب الله الى العباءه الوطنيه، وانا هون بهالمناسبه بدي اتوجه لجمهور طيار وطن الحر تقول لهم انتم بتشبهونا ونحن بنشبهكم، لانه انتم بالاخر شو بدكم كان؟ انتم بدكم دوله، وانتم اليوم بدي افصل بين اياده حزب راحت حولت الشراكه الى شركه وجمهور متعطش لبناء دوله لم يتمكن من بناء الدوله واليوم جزء منه مش عارف شو بده يعمل كيف بده ينتخب. نحن منا ضدكم. مين يعني اللي مش عارف شو بده ينتخب؟ جزء من جمهور الديار جزء من جمهور الديار اليوم شايف انه في خطا كبير حصل على مستوى الاداره السياسيه وبيعتبر انه الاطراف الاخرى يعني ضده وشياطين وبدهم وبدهم يمركوا عليه انه انت اخطات، لا انت ما غلطت، انت لما امنت بشخص كان عنده تاريخ وحاولت تبني من خلاله دوله انت ما غلطت. اذا هذا الشخص غلط او فريقه السياسي غلط انت ما بتتحمل المسؤوليه طيب. نحن شركاء نحن وياك لنرجع نبني بلد اول استاذ هاني آه، اليوم مجموعه نعم لبنانية اللي حضرتك بتنتمي لها بت... او امبارح بتاكد تمسكها بالمعايير الواضحه المعتمده من قبلها لذلك انسحبتم من المفاوضات مع الكتائب مع انه هلا ببدايه الحديث قلت لي انه انا بعتبر انه في طرفين آه بيمثلوا رؤيتك ونظرتك للبلد هني القوات والكتائب صح. ليه ما قدرت كفيت تحالفك مع الكتائب؟ هلا حتى لو نحن ما فينا نتفق هلا للانتخابات هذا ما بي ما, بي ما انه نحن ما رح نتفق بعدين ونصير تكتل بالبرلمان باذن الله تنقدر نحرر البلد ونبني بلد طبيعي. اليوم مشكلتنا واضحه مثل ما مثل ما بيسكر يعني بكل وضوح، عندنا مشكله بالمعايير، نحن انا جيت على لبنان كانوا عم يحكوا انه بدهم يالفوا لائحه تغيير. لايحه جديده تيغيروا نعم بالبرلمان آه، سمعنا من كم يوم آه، النائب المستقيل الياس حنكش شو حكي مع مين عم يتفاوضوا وصراحه هذا الشيء ما بيطمن مع مين؟ يعني رموز السلطه ورموز السلطه السلطه الفاسده كمان حزب الكتائب عم يتفاوض مع رموز السلطه الفاسده؟ إيه نعم ما سمعت سمعت اليوم إيه. المؤتمر اللي اللي عمله رئيس الحزب سامي الجميل سمعنا كثير اشياء حكي شعبوي طالع من كثير ناس بس الحقيقه مبينه مع مين تش... عم يتفاوض حزب الكتائب بت... انسحبت اليوم الاسامي اللي عم تنطرح بالمتن لمرشحين حزب الكتائب مين الجديد فيهم؟ مين تغير؟ سامي امين جميل يا حنكش غسان مخيبر هل هو هو نواب جداد عم يبعتوهم على البرلمان بدك اليوم بدك تشيل سامي الجميل من 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 الندوه البرلمانيه شو بتعتبره؟ انا مش عم بسالك مش عم بقول لك هيدا هو الحل او هيدي هيدا لازم يصير بس عم بسالك هل هي هي بتشكل لايحه برايك هيدي لايحه جديده وتغييريه؟ شو اللي كنت بتطلبه او بتتمناه من حزب الكتائب؟ يدعم ليستا حضرتك فيها ويحط سامي الجميل على جنب؟ هو المفروض اذا بدهم يشتغلوا يالفوا لائحه تغيير مفروض ياخذوا حصه ماكسيموم ويعطوا سبع حصص لاشخاص جديده لا يعطوا يفتحوا فرص للناس هيك مفروض يشتغلوا وخلقوا هيك لو بدهم يعملوا تغيير بالبرلمان هيدا لو بدهم يعملوا هالشيء على كل حال نحن كنا متامنين وكنا عم نت... كنا متوقعين انه المنصات السياسيه اللي خلقت من بعد الثورة كانوا راح يخلقوا هاللايحة اللي نحن كمان نكون جزء منها مش هاي اللايحة بس للأسف يعني متنيون هل مستقلون ومتنيون سياديون لا متنيون مستقل هو المنصتين هلا اللي خلقوا هل اخر دقيقة اخر لحظة نتيجة الغدر للمنصتين اللي انا عم بحكي عنهم غدروا الشعب الشعب اللبناني وغدروا المتني بعد بعد ما بلشتوا مش الغدر؟ اي نعم كيف لما تصيروا جوا؟ أحكي خليني احكيك الصراحة اليوم نحن جينا وبدنا نشتغل على اساس بدنا نالف لائحه مستقلين نعم كل ش... كل انسان وكل مستقل اشتغل على نفسه وجرب ي... بلش يخطط ويشوف شو بده يعمل كيف حمل كيف بده يقلع بحملته الانتخابيه مم. اجت منصتين و... معروفين وحطوا دعاياتهم على الاوتوسترادات وصرفوا كثير مصاري ووعدونا وحكوا قدام العالم انه شغلتهم يوحدوا اللوائح ويدعموا اللوائح ويساعدونا ليصير في تغيير بالبرلمان مم. وضلوا يضلوا ي... يوعدوا هل هذا منت... هيدا... هذا الشخص التغييري او هل مستقل يوعدوا شهر ورا شهر ورا شهر لو وصلنا ل... لليوم لبينت انه لا راح يوحدوا اللوائح لا راح س... يوحدوا حي الله ليحة ولا راح يمولوا ولا ولا تغيير بالعكس هن داعمين الاحزاب وداعمين مين وراهن الحزب مين وراهم؟ ما بعرف مين وراهم بس عرفنا وين راحوا على اساس كان بدهم يعملوا لائحه مستقله وجديده لانه المتني واللبناني طالب هذا الشيء المتني طالب يكون في عنده اشخاص بيمثلوا عنده الخطاب السيادي بس بنفس الوقت يكونوا جداد لانه بدهم غير منهجيه شغل لانه الطريقه اللي كانت تشتغل فيها هالاشخاص اللي كانوا موجودين قبل للاسف ما وصلت ما انعمل شيء اخر 16 سنه تنقول انه فينا نتكل عليهم رح وين راحوا المنصتين؟ هلأ منصة راحت مع انت الكتائب ايه؟ راحت تساعد بتمويل الكتائب هيك هيك عم نسمع نحن بالاعلام وفي منصة ثانية بتصور ما بعرف شو صار فيها اختفت ما بعرف عند القوات؟ ما بعرف لا ما بعرف بتصور اختفت كان صار إنه صار فيه, إن بتصار فيه بتل ميرج بينهم اندمجوا 100% اندمجوا وفي منصة تقريبا فرطت طيب لما عم بتقول انه حزب الكتائب تحالف مع رموز السلطة او يسعى للتحالف مع رموز السلطة مع مين؟ آه سامي امين جميل سوري عم بيتفوض مع المر والمخيبر قال المر يعني مع ابنه للوزير ياس المر العائله والمخيبر بس مخيبر مش, مخيبر, المخيبر مخيبر مش سلطه استاذ هاني مخيبر غسان مخيبر مش سلطه النايب السابق غسان مخيبر مم. كان بالسلطه وهو من الاشخاص اللي حطونا مطرح ما نحن اليوم صرنا وصلنا لهون من وراء القرارات الخاطئه اللي انعملت هو من الاشخاص للاسف اللي صوتوا مع كل الموازنات هالسلطه اللي كانت موجوده بوقتها كان بالبرلمان ومنهم يعني في عندك سفقة الباخره باخره الكهرباء كان معها. يعني بتقصد لما كان عضو بتكتل لبنان القوي او التيار الوطني الحر هيدا قصدك؟ التغيير والاصلاح التغيير والاصلاح بس بهال بالمنطق اللي عم يحكي فيه استاذ هاني بيصوب عليكم لانه عم بيقول نحن ما بدنا حدا من الرموز اللي شاركت بالسلطه قبل هذا اللي فهمته صح نحن ما بدنا حدا اللي شارك بهالسلطه واخذنا لهالمحور السوري والايراني استاذ ماريو في ما بعرف اذا هن مش هذا الشيء هذا شيء هذا شيء اليوم عندنا مشكله هو تفضل لا, لا. <applause> انت أوكي. تفضل ايه اليوم المشكله اللي صارت انه هل, هل, هل اذا بدك المستقلين كانوا متكلين على المنصات، المنصات راحت ضاعوا، مم. اوكي؟ هلا المستقلين لقوا حالهم بدهم يخلقوا هلا منصتين جداد قبل بثلاث اشهر من الانتخابات مم. اللي تفضلتوا وذكرت ذكرت اسمهم هي اه هي المشكله الاساسيه اللي عنا اياها اليوم عن حزب عن الكتائب او تفاوضات مفاوضات مع بيت بيت او مع غسان مخيبر السابق ومع المر هاي المشكله نحن ما بقى بنلاقي حالنا انه هاي البيئه بتلبق لنا، ما بقى فينا نحن نفوت ونحس حالنا انه مرتاحين انه هيدا هو هاي هي هي لائحه التغيير او هي لائحه فينا نوثق فيها انه راح تغير المنهجيه طيب بس استاذ رازي سي. عم بيقول من شوي انه نحن فات انخرط مع المجتمع المدني من بعد ثوره 17 تشرين ولاحظ انه ما بتقدر تقول دائما انه انا معي كل الحق، يعني بدك تتعاون على القليله مع الاقرب لك بالنظره السياسيه والنظره الاستراتيجيه. اذا كنت من الانطلاقه مش قادر تتعاون مع حزب الكتائب قديش عندك اه احتمال انك تقدر توصل على البرلمان؟ نحن ما عم هيدا كله اذا ما تترجم بالبرلمان شو بتكون عملت؟ ايه انا نحن ما عم نحكي هلا عن انتخابات. نعم. موضوع انتخابات بعد الانتخابات صار حديث ثاني بعد الانتخابات في بلد بدنا نبني في ب... في شعب بدنا ننقذه لانه وضعنا عاطل جدا وبدنا نحط نحن يعني مشاكلنا والشخصية و... بنحطهم على جنب وبنهتم بمصلحة الوطن ليش هو هلا المشكل شخصي ولا المشكل بالنظرة إلى الوطن؟ أنتوا قلتوها رؤيتنا وطموحنا إلى لبنان الذي نريد لا تتوافق مع طريقة تأليف اللوايح بحزب الكتائب صح نحن ما بنلاقي حالنا فينا أن تكون بهيك لائحة صراحة وما مضبوط هذا حكي مضبوط استاذ رازي انتخابيا بعد بعد بكير تكتمل الليحة اللي حضرتك انضميت لها هي القوات اللبنانية بس وجود شخص مثل رشيد خليل ابو جودة ما بيضعف حظوظك على نفس اللائحة يلي هو ماروني بالعكس بالاصوات التفضيلية نحن, نحن اول شيء بلائحة ستتكامل مش رح تتنافس بين بعض البعض ما هو القانون بيخليكم و... و... تتنافسوا بين نحن بعض نحن بالاخر كل واحد عنده شغله كل واحد عنده عمله كل واحد بيعرف ولد المتن وخلوني صوته ده الافضل انا بالاخر كل حدا معي يعليها اذا وصل هو بيمثلني وهيدا الشيء يلي انا حكيته آه بعد اعلان النتائج 2018 قلت نجاح النايب ادي ابي ما هو بمثابه نجاح شخصي لالي ونفس الشيء اليوم نجاح الوزير الرياشي ونجاح ان شاء الله استاذ رشيد ونجاح مين ما بيكون معنا عليها ان شاء الله ان شاء الله ما عندنا مشكله بالعكس نحن بنرحب فيه انه يكون معنا قيمة مضافة يعني متنية وأنا بحترمه سعيد شخص كتير بال2018 جبت 1018 صوت نعم. قد مر... ايه متوقع هالمرة تكون لا عندك 1018 2018 1022 بال2022 أربع صوات زيادة <applause> عم بتقول لهم ما تنتخبوني أنا, <applause> أنا, بالنسبة لي لي المتنيين لا لا أنا, أنا أول شيء بعتقد أنه المتنيين بيعرفوني منيح ماني حدا يعني هيك جديد على الساحه وماني جاي انه بس لعلق صورتي على العمود، انا انسان جدي ملتزم بقضايا الناس، انا بدي مثل ما الراهب بيروح على الدير بيلتزم بكنيسته، انا رايح على الانتخابات ملتزم بوطني، وهذا عهد علي حققناه قبل، يعني انا تجربتي كانت فاعله، اتمنى انه بالمجلس تكون افعل، حققنا الكثير علينا انه نفتح الطريق انا اليوم ماني جاي اعمل نايب الى ابد الابدين اذا نجحت انا جاي اعمل نايب لمده محدوده لارجع اقول بيقدر شاب متني مثلي انه يكفي انا بترشح رح... لدوره ثانيه يعني بنشوف بس انه مش اكثر من مش اكثر من من دورتين. يعني دورتين لاقول لك ليه إذا في تلميذ بتجيبه على المدرسة بتقول له ليك بدي فوتك وكل حياتك بتبقى بالساتيام بفوت؟ بقول لك لا، الحياة نحن بدنا نتقدم بدنا نخلي كل الشباب اولا يتصالحوا مع مفهوم السياسه ثانيا أن يعتبروا انه هن مشاركين ومعنيين ومسؤولين بكل القضايا بكل القضايا الوطنيه والاقتصاديه والاجتماعيه عم نجرب نعمل نموذج ومفهوم جديد بالعمل السياسي غير التقليدي لأنجد نقول للناس ارجعوا خدوا خياركم خدوا زمان المبادره لانه يعني كل ما انتم قاعدين بالبيت كل ما بتقولوا ما بخلي اولادي يتعاطوا سياسه كل ما بتقولوا ما راح انتخب عم تتركوا الموجود موجود استاذ هاني عم بتحضر لمؤتمر بدبي لمخاطبه اللبنانيين بدول الاغتراب مزبوط صح شو بدك منهم نحن اليوم المغتربين مغتربين اللبنانيه مغتربيننا يعني هو هن جزء اساسي من اقتصادنا واذا كل ما بيقوا كل ما بيتحسن وضعنا الاقتصادي هون يسترجوا يبعثوا مصاري بعد على البلد؟ رح يبعثوا مصاري باذن الله بس يصير بلد طبيعي ورح يستثمروا بلبنان باذن الله بس يصير بلد طبيعي، حد الادنى من الاشياء لازم تكون مأمنه لإلهم يقدروا يوثقوا بهالبلد، لازم نبني ثقه بهالبلد لانه انفقدت الثقه هون من بعد ما كل شيء صار فيه، يعني سلمناهم هالبلد 16 سنه ناطرينهم ناطرينهم ومتكلين عليهم ووصلونا لهون. سو باذن الله رح يرجعوا يعتبر دبي شو المقصود منه؟ هدفنا نحن نح اليوم نستوعب اول شيء بدنا نبني كوميونتي نقوي لانه نحن للاسف كشعب عم نقدر ننجح و وهون الدليل انه هون بتطلع بلبنان شو صار فينا ما بنقدر نجتم... ننجح كمجتمع على طول كشخص كفرد مش بننجح وبالعكس وب... بنصير كجماعه بنفشل وكان جميع عم نفشل، هيدا الشيء هيدا مشكلة موجودة وعم نعاني من وراها، فعم نجرب نخلق هيدا الشيء هيدا النتوركينج إذا بدك علاقات و... العامة بين اللبنانية ما وح... ما في ولا حكي سياسي ولا حكي تاني هدفنا اقتصادي هدفنا بس يصير في نمو بهال بالمغتربيننا برا يقدروا يقلعوا نفس الوقت بدنا نستوعب اللبنانيه هلا جيل الشباب اللي هاجروا على هالدول <applause> وللاسف في منهم بعد لهلا ما عندهم فرص عمل وعم بيتعذبوا تلاقوا بس هاجروا من وراء الازمه لانه بالنسبه لهم انه على القليل هناك في امل معقوله, معقولة يتواظفوا، رح نجرب نستوع... رح نجرب نخلق لهم هاي هذه المنصه تستوعبهم تسهل لهم امورهم يقدروا يطرحوا افكارهم او على القليل يكون في حدا حدهم يقدر يحط ايده بايدهم. شكرا لك المرشح هاني صليبه مرشح عن دائره المتن الشمالي كمان استاذ رازي الحاج اهلا وسهلا فيك. شكرا على الاستضافه. نتمنى لكم التوفيق. شكرا شكرا شكرا, شكرا. شكرا. مشاهدينا الحلقه انتهت اللقاء يتجدد الاحد المقبل اذا الله يريد